اسعد الله اوقاتكم اعزائي متابعي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي محمد رمضان يحييكم ويسعدني ان اكون مع حضراتكم للتعليق على واحده من لقاءات فرق الامل، فرق الشباب، فرق اللي نقدر نقول نجوم المستقبل، مواليد 2006 الاهلي في مواجهه المقاولين العرب من هنا من ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، الاول بيواجه الثاني، الفارق في النقاط ايه؟ هي بنت وحيد. يا ترى هرترى كابتن سامر في مواجهه كابتن مجدي مصطفى، الكلام هيروح لفين؟ صدرت البطولة أو صدرت المسابقة؟ هي النهاردة اللقاء رقم 20 للنادي الأهلي واللقاء ال 19 لفريق المقاولين العرب. تشكيلة كابتن سامر النهاردة المدير الفني للنادي الأهلي بتقول إيه؟ بتقول في حراسة المرمى عمر كمال، قدامه اثنين أحمد عبدين ومازن أحمد وعمر زكريا وفارس أحمد، هم الطرفين طرف شمال وطرف يمين. اما وسط الملعب النهارده يوسف اسلام وهشام مصطفى، اثنين ارتكاز او ديفندرات، قدامهم بلاي ميكر او صانع لعب صريح هو ابراهيم عادل، والقوى الهجوميه ادم سمير، عمر معوض، وحسام عادل. اما المقاولين العرب النهارده صاحب النقطه 44، الثاني او الوصيف للمسابقه وللجدول، لعب 18 مباراه فايز في 13 متعادل في 5 ما فيش هزيمه، ليه 44 هدف عليه 13، ده موقف المقاولين العرب وليه لقاء اقل من النادي الاهلي. بادئ بمين النهارده؟ كابتن مجدي مصطفى باحمد منسي واحمد محمد محسن ومحمد ابراهيم معوض ومحمد هاني رباعي خط الدار، من وراهم مروان عبد العال هو حارس المرمى لفريق مقاولين العرب النهارده، ثلاثه في وسط الملعب هيكونوا موجودين النهارده في تشكيله المقاولين العرب، محمود الخطيب وامير عطيه ومحمد وليد يسري، قدامه ثلاثه انس او انسي يوسف راس حربه صريحه، من تحته اثنين محمد عبد الناصر ومحمود رفعت عبد المقصود. حكامنا النهارده هو الكابتن حسن محمود بيعاونه كابتن خالد حسام طه والكابتن بهاء الدين هشام، هم دول حكامنا النهارده من منطقه القاهره، ونتمنى لهم التوفيق. ضربه البدايه هتكون مع مين؟ مع الضيوف، مع ذئاب الجبل، مع الاصفر في الاسود، هيكونوا موجودين مع انطلاقه المباراه على يمين الملعب ويمين هنا ملعب مدينه نصر بالنادي الاهلي هنا، اما الشياطين الحمر بالاحمر والابيض والشورت الاحمر والشراب الاحمر والشورت الابيض موجودين على شمال الملعب وشمال المقصوره لو انت معانا هنا. على بركه الله نبدا بدايه اللقاء، ضربه البدايه مع المقاولين تنقطع وترجع في قلب الملعب، يقطع على طول الخطيب، ترجع تاني توصل لخط ظهر المقاولين العرب والضغط موجود من النادي الاهلي ولكن لخارج الملعب، ضربه مرمى اول ضربه مرمى في المباراه واحنا ما وصلناش للثانيه 20. حسام عادل كان ضغط، وادي ضربة المرمى هيلعبها مروان عبد العال للمقاولين العرب. الاهلي في الصدارة، قلت لحضراتكم من 19 مباراة 14 فوز 3 تعادلات هزيمتين ل 51 وعليه 19 و45 نقطة. كرة تسقط ضربة المرمى ولكن على طول هنا قريب كابتن حسن محمود حكم اللقاء ويحتسبها هاندبول أو لمسة يد على النادي الاهلي جوه الدايرة، طالع رقم ثلاثة يلعبها محمد هاني بس سابها لأحمد منسي. هاني لابس الفيس ماسك أو زي ما بيقول بقى واقي الوجه، مش الفيس ماسك الكمامة يعني. أدي الكرة الطولية ما تظبطش هنا من هشام مصطفى، يضغط كان بيحاول يجيبها من محمد معوض ولكن تطلع أوت لصالح النادي الأهلي. جاي يلعب عمر زكريا، زكريا يطول لكن يقطع تاني معوض، تسقط في قلب ملعب النادي الاهلي، ضغط على طول كويس وخدها محمد عبد الناصر، يطول واحده هجمه المقاولين العرب، خطر الكره جوه 18 النادي الاهلي، محمد عبد المقصود لسه على حدود ال 18 يا ولد، يدخل ده مين؟ ده عابدين ده ولا مين؟ المساكين المميزين برضو اللي ليهم تاثير مع تفنس النادي الاهلي، الثنائي بقى اللي موجود عابدين ومازن اثنين كويسين قوي، ارتكاز كويس في خط ظهر النادي الاهلي بتفرق الحاجات دي. اوت للمقاولين العرب تتلعب طويله ترجع تاني اوت تاني، المره دي بنص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال. النهارده الجو جو كوره واحنا موجودين بقى قاعدين وسط الاجهزه الفنيه فالصوت واضح مع حضراتكم تماما، مفيش اي مشاكل، الاسعاف موجوده، كل التامينات ورجال الاسعاف لهم كل التحيه طبعا بيتواجدوا قبل المباريات دي، مهم جدا الموضوع ده. الكره بعرض الملعب في نص ملعب النادي الاهلي، نرجع لمرجوعنا، وادي الكره هجمه المقاولين العرب توصل محمد ابراهيم معوض، عدى كويس، ترجع تاني لسه ذئاب الجبل ينزل بيها على طول عند منسي، الجهاز الفني بيقول له شيل على طول مظبوط كده، منسي ترجع تاني لسه يرد براسيه محمد هاني، تسقط في قلب الملعب كرات عاليه كلها استلام لسه المقاولين العرب،
طوليه كوره وليد يسري، محمد وليد يسري يفتح اللعب هناك في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال من عند فارس احمد، يقطع كويس فارس، فارس ينقل على الارض. فرق الامل دي مهمه جدا، فرق بيطلع منها شباب بنشوف نجوم كبار على مستوى العالم، اعمارها السنيه ما تتجاوز 17 و18 سنه دلوقتي. ادي تلقى اهلاويه واحده حلو ماشي بيها، ده معوض هيبقى ابن الوز عوام ولا ايه؟ عمر سيد معوض اسم طبعا في الطرف الشمال، كان علامه في الكره المصريه والنادي الاهلي، ودي عرضيه الاهلاويه لسه خطر جوه ال18 جابها مره واثنين، ولكن ترجع تاني من يوسف اسلام، لسه الكره مع معين العرب في نص ملعبهم. امير عطيه يطول واحده استلام حلوه حلوه، الاستلام من عبد المقصود محمود رفعت عبد المقصود حلوه يا ابني، غير اللعب 10 على 10 عند امير عطيه، يستلم على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي من ناحيه اليمين، هجمه المقاولين صراع القمه، خلاص الماتش ده بست نقط الاول والثاني، الفرق بونت، مين هيتصدر المجموعه هنشوف. ادي الكوره توصل على طول للمقاولين العرب، لسه في قلب الملعب محمود الخطيب، سلام يا ابني لو بقى فيك من لمحات نجم مصر ونجم النادي الاهلي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، اسم كبير، وادي انطلاقه انطلاقه المقاولين، ولكن يطلع كويس قوي ويمسك عمر كامل، عمر كامل حارس مرمى النادي الاهلي، لسه الكوره تطول على طول عاليه في نص ملعب المقاولين العرب، محمد هاني يقطع بعقل قوي لكن اتضغط عليه كويس قوي من حسام عادل، لسه كرة وضربة حرة بيرفع على طول كابتن حسام خالد حسام طه، ضربة حرة يا مويل العرب، الاعتراض مش شايفيه دي يا عم حسام يا عادل، لسه عالية الكرة وطويلة نص ملعب النادي الاهلي، تتغمز على طول براسية من امير عطية، تطول تطول تروح لخارج الملعب، ضربة مرمى للنادي الاهلي، وليد 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 وبيبو، لسه ضربة المرمى تلعب على القريب كده، الكورة توصل عابدين يشيل واحدة عالية وطويلة حلوة، استلامة من حسام عادل مرة واثنين، برافو يا ابني، يحط الكورة ترجع تاني من ديفنس مويل العرب، توصل على طول عند هشام مصطفى في قلب الملعب، استلمها من ابراهيم عادل، ابراهيم يلف ويغير اتجاهه مره واثنين، عابدين على الارض على طول يسند ليه مازن، يفتح هناك عند فارس احمد، ترجع خطر، لكن يا سلام يا مازن، قلت لحضراتكم الاثنين ارتكاز في تفنس النادي الاهلي هيفرقوا، لان ادائهم طيب قوي مع بدايه الموسم، وكان فيه برضو يوسف اسلام، في اكتر من لعيب ظاهر بشكل مميز مع الفرقه دي، كابتن سامر عبد الرحمن وكابتن احمد رؤوف بيحاولوا طبعا ثبات التشكيل، بيحاولوا دايما ان هم يجيبوا الافضل تشكيله تقدر تبقى موجوده في الملعب، ادي الكوره هجمه المقاولين العرب، نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين خطر، امير عطيه يسدد واحده لمهم ابراهيم معوض، وضربه ركنيه لصالح المقاولين العرب. ادي اصوات الاجهزه الفنيه واضحه مش محتاجه كلام كتير. ضربه ركنيه المقاولين العرب هتتلعب في نص ملعب النادي الاهلي. من ناحيه اليمين لسه التنفيذ على مره واحده خطر، ولكن يمسك كويس قوي عمر كامل، الكرات دي ممكن تلف تعمل مشكله، لسه عمر يلعب واحده عاليه وطويله ايد ورجل عند حسام، حسام عادل، حسام عادل وضربه حره 10 على 10، حسام عادل خد الفاول ده بحرفيه، الراجل زق الكوره وحط جسمه هنا على طول، تدخل بقوه من احمد منسي رغم ان الكوره كانت بعدت، بس ينجح انه يجيب ضربه حره. كل لعيبه الفرقتين في نص ملعب مقاولين العرب الاطوال، وادي سامعين بقى صوت كابتن سامر بينادي فين فارس عشان يرجع يغطي، ضربه حره اهلاويه هيلعبها يوسف اسلام، بيشاور يا ترى متقريه بايه، وادي الراسيه ولكن تمر، ضربه ركنيه لنادي الاهلي في نص ملعب المقاولين العرب من ناحيه اليمين، 7 دقائق من عمر الشوط الاول وحتى الان لسه تعادل بدون اهداف، طبعا المقاولين يهموا يطلع ببونت او بالثلاثه من هنا من ملعب النادي الاهلي، الاهلي يعينوا على المكسب، ادي الكوره وادي العرضيه وادي الراسيه وحسام، ولكن يا سلام اداها شكل جمالي مروان عبد العال حارس مرمى المقاولين العرب، رغم ان الكوره سهله في ايده بس عمل لقطه كده بلغه الكوره يطلع وينزل بيها، لسه مروان مع الكوره عاليه وطويله ترجع على طول من
ابراهيم عادل لسه الكرات رايحه جايه في نص ملعب مقاولين، تعلق وترد وتنزل عند يوسف اسلام، يسلم ابراهيم عادل، تسقط الكوره، يوسف اسلام ينزل بيها لمازن، حلو الباس يا ابني، يحط لهشام مصطفى احلى وتعلق، يشيل ديفنس المقاولين، ترجع عند فارس باستعجال، استعجال مش محتاجه استعجال، الكره سهله، ادم سمير يطلع فارس، لسه الهجمه الاهلاويه طويله، الكوره هيلحق، بيعمل محاوله هيلحق، ما يلحقش وتطلع ضربه مرمى، عمل عليها محاولة عمر سيد معوض أو عمر معوض بقى. في حضور جماهيري فيه من أعضاء النادي طبعا، المتابعين بيتابعوا مش بقوة قوي يعني، بس في حضور. هنا كابتن حسن محمود بيرجع ضربة المرمى تاني، هيلعبها مروان. في غيابات فرقة النادي الأهلي فيه. لسه ضربة المرمى تتلعب عالية وطويلة في نص ملعب النادي الأهلي، يرد على طول عابدين برأسية حلوة يا ابني بنص الملعب، لكن مفيش حد اللي مكمل، استلامة توصل الخطيب يزقها ولكن تتشال من ديفنس النادي الأهلي تاني خارج الملعب أوت لمي العرب في نص ملعب النادي الأهلي من ناحية الشمال. هيلعب رفعت عم مقصود يلعبها طويلة عند محمد عبد الناصر لحدود منطقة جزاء النادي الأهلي، التشتيت موجود، ترجع تاني امير عطيه استلامه على طول، واقف هنا كابتن هيثم حسين مدرب العام والتعليمات، مقطوع كره للنادي الاهلي، انطلاقه لسه، النقل السريع يفرق، حلو يا ابني الباس، ولكن هنا حسام بيقول له مش مظبوطه مش مظبوطه، ها معاه ما تظبطش وتطول تروح لمروان، ادي الكره اهي تاني المواي العرب، تحضير توصل هناك عند رفعت عم مقصود، ترجع كره وتنزل لاحمد منسي، يشيل منسي خارج الملعب اوت للنادي الاهلي، جاي يلعبها فارس احمد، 10 دقائق التعادل لسه بدون اهداف، ودي التسديده حلوه ولكن الفرصه ترجع تاني، لسه هشام مصطفى، اظبط يا هشام، حط لحسام، مين موجود؟ ها لسه تفنس المقاولين يشيل، عمر معوض، يا سلام تروح في ايد مروان، فرصه عايزه تركيز، لكن لسه برضو الخبرات كبيره، لسه الشباب عنده هنا بقى، دي تتركن بعقل بهدوء في الدايه في الزاويه القريبه، يعني هي جايه ما احطهاش في البعيد، احطها على الايمن الشمال في القريبه تفرق، مروان يلعب واحده طويله لمواي العرب في نص ملعب النادي الاهلي، يعلي ابراهيم عادل وضربه حره لصالح المقاولين العرب ابناء عثمان، محمود رفعت عبد المقصود، تعادل سلبي على صداره المجموعه او صداره المسابقة، حتى الآن الأهلي الأول 45 نقطة، المقاولين الثاني 44، ضربة حرة يا مقاولين العرب في نص ملعب النادي الأهلي، لسه التنفيذ، وادي ايه محمد وليد يسري اللي هيلعب ولا مين هنشوف، حكمنا كابتن حسن محمود لسه ما اداش الإذن، صفر الكرة في نص ملعب النادي الأهلي، هتتسقط مش هتتشط من هنا بعيدة، لسه بقول ما تتشطش بعيدة، ولكن هنا شاطها، خد القرار انسي يوسف ولكن بعيده، ادي الكره عاليه وطويله من عمر كامل نص ملعب المقاولين، هاني عليها ترجع تاني هشام مصطفى، حسام عادل ترجع وتعلى الكره من ديفنس، الاستلام 10 على 10 يا ابني، شو انا قلت لحضراتكم استلام احمد عابدين مساج، قلت الاثنين الاستوبارين رمانه ميزان في ديفنس الاهلي وامان، ادي اهو الراجل داخل مره تانية، يرجع ابراهيم عادل، تفرق لما يكون مساك عنده كرة، بتفرق كتير جدا مع المدير الفني ومع اي حد بيصعد الراجل ده من سن لسن، ادي كرة تعدي وتمر، امير عطيه خدمته راحت من عمر زكريا، هجمه خطر المقاولين العرب على حدود 18 نادي الاهلي من ناحيه اليمين، استلامه عبد المقصود، خطر ولكن هنا هاند بول ادي كورة وادي ضربة حرة للنادي الاهلي، لسه الضربة الحرة هيلعبها مازن احمد على طول، الكورة عالية وطويلة في نص ملعب مويل العرب، استلامة احلى من ادم، ترجع الكورة تاني مقطوعة للمقاولين، لقاء جس النبض طول فيه رغم ان الاهلي جاله فرصة والمقاولين جاله فرصة، ولكن لسه تفرق اما يكون الفريقين عندهم تكتيك وعندهم لعيبه تقدر تنفذ الفكر ده، بتحس ان اللقاء مقفل مفيش مساحات والمساحات ضيقه قوي، ادي الاوت تلاقي ابن النادي الاهلي فارس
ترجع تاني اوت لصالح النادي الاهلي بنص ملعبه من ناحيه الشمال، فارس احمد تتشال الكرة وترجع تاني عند عابدين، احمد عابدين هيعمل ايه؟ هيشيلها مره واحده، شال الراجل مبدا السلام مشتت، صح ريح دماغه، ادي كرة ترجع تاني توصل حسام عادل. حلو يا ابني الاستلام، 10 على 10، تدخل احلى من محمد هاني، برافو حسام عادل. فرود محطه كويسه، بس الولد ده تبقى خطورته اكتر جوه ال 18. ادي كابتن سامر عبد الرحمن، كابتن احمد رؤوف، والتعليمات لفرقه النادي الاهلي. وعمر زكريا وقعد في نص ملعب مقاولين من ناحيه الشمال، يلعب ترجع تاني، اوعى الكره تيجي فينا. قاعدين في الملعب ننقل لحضراتكم اللقاء لايف او مباشر يعني، وقريبين بقى من التراك، فالكره ممكن تيجي فينا، فعشان كده بقول لحضراتكم. ادي عابدين على الارض، اتقطعت من عابدين، خطر خطر هنا فيها رايه وسفاره، ما فيش هنا لسه الكره، عطيه 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 عطيه، ولكن يا سلام يا عابدين رجع ولحق نفسه وصلح غلطه كويس، رجع وتدارك الموقف، ركنيه للنادي الاهلي. هنا امير عطيه كان يخلص، هو مشي مشي مشي، لو في البعيده كانت تفرق، ولكن في النهايه هي الخارج الملعب على طول، احمد عابدين يتدارك الموقف، وتبقى ضربه ركنيه لصالح المايل العرب من ناحيه اليمين. لسه الضربه ركنيه، جاي يلعبها مين؟ امير عطيه برضو، عطيه على التنفيذ، وادي الرأسيه تتشال تاني، لسه ترجع تاني كوره يا ولد على السبعه يا ابني، وتدخل احلى برضو، سبعه حلوه سبعه حلوه، لسه اوت النادي الاهلي عمر زكريا، سبعه حلوه من ابراهيم عادل، استلام احلى تاني في نص الملعب على طول ماشي يوسف اسلام، عايز يطول ترجع هشام مصطفى، راسيه محمد هاني يعلي، ترجع تاني امير عطيه يموه كده ويسيبها اوت لصالح المقاولين العرب. لسه اهو جاي يلعبها 12، محمد ابراهيم معوض هيلعب الاوت ليه المقاولين، معوض طويله والراسيه من محمد عبد الناصر، معوض تاني، معوض اهلي ومعوض مقاولين، لسه معوض معاه الكره، ينجح انه يجيب اوت لصالح المقاولين تاني من ناحيه الشمال، معوض يتلعب له وعلى طول امير عطيه زي ما كابتن بقى هيثم حسين بينادي عليه شعرته بلحه، عابدين يرد تاني في قلب الملعب مفيش حد موجود، ترجع تاني الكوره لسه محمود الخطيب، هو اسم على مسمى يا ابني بقى، بس ده المره دي مش في الاهلي ده في مقاولين العرب، مقطوعه الكوره وتطلع على طول ضربه حره لصالح النادي الاهلي، محمود الخطيب الكبير صالو وجال من اسطوره واساطير الكره المصريه، بس كان صريح على الجون محمود الخطيب النهارده لعيب المقاولين، كان او ما زال يعني الراجل في ديفندر في قلب الملعب، شق الدفاع اكتر عنده، عابدين يستلم في خط ظهر النادي الاهلي ويشيلها طويله في اتجاه حسام عادل، ترجع تاني تشتيت موجود، وادي الاستلامه من انس يوسف على طول تعلى كوره عبد الناصر، ولكن يطلع على طول ويريح الكل بقى عمر كامل، هذه كره طوليه هجمه اهلاويه على طول يشيل من قلب الدفاع منسي لخارج الملعب اوت للنادي الاهلي، في 2006 16 سنه خلاص الولاد دي ممكن تلاقي منهم حد طالع فريق اول عادي جدا، خلاص ما بقاش حاجه اسمها ده لعيب صغير ولسه ما عندوش خبرات، خلاص الكره اتغيرت، ادي الكره ترجع تاني اوت للنادي الاهلي، والبرايه ركنيه من ناحيه اليمين في نص ملعب المقاولين، اتلعبت لي يوسف، يوسف يسند وادي العرضيه ولكن ركنيه اهلاويه تاني، رايح هشام مصطفى يلعب الكورنر الاهلاوي من ناحيه اليمين في نص ملعب المقاولين، اجهزه الفنيه صوتها واضح، التعليمات واضحه جدا مع حضراتكم، ادي الضربه الركنيه تتلعب والراسيه ولكن تمر لضربه مرمى لصالح المقاولين العرب ومروان عبد العال، لسه مروان بيثبت، هل منسي اللي هيلعبها؟ شكله كده احمد منسي هيلعبها طويله ولا تتغمز له؟ لا سندها له مروان،
منسي شالها طويله، نص ملعب النادي الاهلي تطب وتوصل عند مازن احمد، مازن بيوسع لنفسه وضاغط عليه انس يوسف، ترجع يوسف اسلام يستلم يستد لفارس، فارس يلحق لا ما يلحقش، الرايه موجوده من بهاء الدين هشام. الدكتور بقى بهاء الدين هشام ده دكتور بشري 27 سنه من منطقه القاهره. ترجع كوره لمنسي من ديفنس المويه العرب، يطول وادي الكوره توصل عبد الناصر لانس يوسف، باص مش مظبوط، يوسف اسلام يقطع للنادي الاهلي، ترجع الكوره طويله على عمر معوض، تسعت الكرة لسه دخول بقوة، دخول بقوة واضح واضح، عمر معوض مكمل بقوة مع معوض برضو، بس ده عمر معوض وده محمد ابراهيم معوض. احمد منسي هيلعب، منسي الكرة ليه المقاولين العرب، شالها حلو عالية جوه 18 النادي الاهلي، التشتيت موجود من مازن، تسقط الكرة للنادي الاهلي، يغمز هشام مصطفى، حسام عادل تطول من الراجل لوحده وعليه ثلاثة من ديفنس المقاولين، توصل عند عبد المقصود، محمد رفعت عبد المقصود يسند واحدة للي طالع، وادي العرضية خطر ولكن يا ولد عمر كامل يمسك في الأقرب نقطة، حد هيقول لي سهلة في إيده، بس امسكها على مرة واحدة، لو طبت تبقى مشكلة، عالية وطويلة ويشيل محمد هاني، تسقط الكرة هشام مصطفى، ترجع هاني تاني يرد، ترجع في قلب الملعب، استلام عند يسري، محمد وليد يسري يفتح اللعب ليه محسن، توصل له الكرة، ادي انطلاقة تاني المقاولين العرب، المقاولين تتشال على طول الكرة من ادم سمير اللي راجع يغطي مع فارس احمد، بنوطي صوتنا شويه طبعا مع حضراتكم تسمعوا تعليمات الجهاز الفني واضحه جدا، احنا قاعدين بين الجهازين، جهاز المقاولين على يميننا وجهاز النادي الاهلي على شمالنا، ادي الاوت توصل الكره عند عبد الناصر، يا ولد عداها كويس لكن فارس والضغط موجود من مازن وفارس، وتطلع الكره ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي وعمر كامل، تلت ساعه تعادل سلبي حتى الان، المقاولين لعب لقاء اقل من النادي الاهلي، الاهلي لعب 18 مباراة، الاهلي لعب 19. لسه الكرة ترد وترجع، وادي الكرة تشتيت تاني، لسه دربكة في تفنس النادي الاهلي. توصل في اليمين عمر زكريا. حلو، عالية وطويلة في اتجاه حسام ومعوض يشيل. ترجع تاني اوت لصالح النادي الاهلي. عمر زكريا يلعب لابراهيم عادل. ديفندر عنده شخصية. ترجع الكرة عابدين، يسند لمازن. طولية الباسو لكن ما تروحش مظبوط لادم سمير، يجيبها تاني محمد وليد يوسف المولين، يسند ليه رفعت عبد المقصود، لسه الكرة مع المولين العرب، باص مش مفهوم ويقطع على طول عمر زكريا، ادي الكرة الطولية في اتجاه حسام عادل، حسام ومعاه هاني، حسام ومحمد هاني، وسع لنفسه حسام، حسام حسام، قلت لحضراتكم فرود محطة كويسة وبيعرف يقف بالكرة وبيستلم تحت ضغط، ابراهيم عادل ينقل لفارس، فارس ولا ده ادم سمير؟ لادم، هما الاثنين شبه بعض، ودي كوره حلوه حلوه هي مسقطها، الفكره حلوه ولكن لخارج الملعب تبقى ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي، حلوه الفكره شالها حلو ادم سمير ومسقطها بصراحه مفاجاه ولكن تطلع لركنيه. لسه الضربه ركنيه الاهلاويه من ناحيه شمال المره دي، الضربات اللي فاتت كانت ناحيه اليمين، تتسند الكرة توصل لفارس، هيعدل فارس ويشيل، الضغط عليه توصل ادم سمير، ادم في نص ملعب مقاولين من ناحية الشمال، استلم كويس ادم، ينزل بيها لعمر زكريا، عمر يفتح اللعب، حلوة حلوة محدش كمل هناك وراح، ولكن توصل عند احمد محسن، محسن على الارض لرفعت عبد المقصود، محمود رفعت عبد المقصود، ترجع تاني الكرة عند منسي، عدى عبد المقصود، ماشي عبد المقصود في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال على الارض، هتاخد في ادفانتج في تحت فرصه، خطر الكره دي توصل لمحمد وليد يسر، امير عطيه جاله معوض، امير عطيه يا راجل عمل القرار اللي مش مفهوم، هي رايه وصفاره تسلل، رايه وصفاره تسلل اول على المقاولين، امير عطيه ده مزعج ولازم الناحيه اليمين في النادي الاهلي تاخد بالها،
لسه الضربه الحره الغير مباشره للنادي الاهلي، عابدين هيلعبها، احمد عابدين طويله وعاليه، حسام عادل يغمز لمين، تسقط سهله لمحمد هاني، هاني يرد تاني عند زكريا، بيعتمد المقاولين العرب في هجماتهم على امير عطيه، لسه الاوت هلعبها ابراهيم عادل، ابراهيم في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين يعلي، محمد هاني يشيل قبل حسام عادل، توصل الكره المره دي عند يوسف اسلام، مقطوعه ترجع عبد المقصود، انس يوسف يا عائل حطها حلو، الباس امير عطيه عامل جابها، امير 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 لسه على حدود 18 النادي الاهلي، من ناحيه اليمين توصل الكره عند وليد يسري، بلاي ميكر المقاولين العرب عايز يعدي، يا سلام تدخل كويس قوي من ابراهيم عادل، ما فيهاش حاجه، ماشيه كوره استلامه على طول هشام، اوصل اوت، كره كل شويه بتيجي عندنا، معلش ادي الكوره الاوت يتلعب عند احمد عبدين، يعلق واحده عاليه، حسام تعدي من حسام، ترجع تاني ابراهيم عادل، وادي هنا حسام مدافع وضربة حرة لصالح عمر ابراهيم معوض، لسه الضربة الحرة لمقاولين العرب هيلعبها منسي طويلة، يرد ابراهيم عادل، ترجع تاني كورة وليد يسري، عبد الناصر استلامه، انسي تروح لعبد المقصود هناك، محمود رفعت عبد المقصود على حدود 18 الاهلي من ناحيه الشمال، عبد المقصود حطها حلوه حلوه يا ابني، حلوه حلوه الفكره، تمر في المقص الشمال من بره، تلمس الشبكه وتبقى ضربه مرمى، فرصه اول واخطر تسديده للمقاولين العرب في كام؟ في الدقيقه كام؟ 25 تسديده من عبد المقصود، حلوه 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 مباخته بصراحه، شكلها حلو ومرت، لسه كورة حسام يغمز ما تلاقيش حد، ترجع تاني عابدين، قلت لحضراتكم من بداية اللقاء واضح جدا عابدين ومازن الاتنين ارتكاز كويسين قوي ديفنس النادي الاهلي، وقادرين ان هم يبقوا خط امان قبل عمر، ضربة حرة كابتن حسن محمود بيحتسبها للنادي الاهلي عند دايرة السنتر، لقاء صعب مش سهل، فرقة المقاولين فرقة منظمة برضه بتلعب على صدارة المجموعة، برضه الأهلي عنده العناصر اللي توصله إن هو بينافس، عشان كده اللقاء متكتف، في خطورة، عابدين، الحاجات دي ملهاش لازمة هنا، تلعب على طول لزكريا، زكريا يطول لخارج الملعب، أوت لصالح المقاولين العرب، محمد إبراهيم معوض، لسه أوت المقاولين، طويلة على الخط، إبراهيم عادل يرد، ترجع الخطيب يردها تاني، تسقط في قلب الملعب، محمد وليد يسري مقاولين ماسك وسط الملعب، عنده تمركز اكتر، قادر عشان كده ان هو يبدا بسهوله الهجمات، اهلي بيلعب على الاطراف بسرعه وعايز النقل السريع، ولكن حتى الان لسه ما استغلش، في تسديده هنا للنادي الاهلي وتسديده هنا للمقاولين العرب، هم الاخطر، واحده شالها مروان والتانيه للنادي الاهلي، شالها مروان ودي ضربه حرة غير مباشرة لصالح المقاولين العرب، وضربة حرة غير مباشرة من حدود 18 المقاولين، من ناحية من حدود 18 النادي الأهلي، من ناحية الشمال لسه الضربة الحرة، وكابتن حسن محمود وبيتكلم مع لعيبة المقاولين العرب، ده مين اللي هيلعبها؟ واقف يسري، محمد وليد يسري. وانسي يوسف هما الاثنين على التنفيذ، هل هتتلعب على مرة واحدة؟ ولا هتتريح لحد؟ ولا هتترفع؟ هنشوف. لسه الضربة الحرة. اتسندت فيها جمله تخبط دربكه عبد الناصر، تخبط في عبد المقصود، المرتده السريعه تفرق، رمى نفسه هشام مصطفى لكن راجع على طول ومغطي احمد محسن، ينقل لانسي يوسف على حدود 18 الاهلي من ناحيه الشمال، انسي يضغط ابراهيم عادل يا ولد، يقطع بنطروح لمحمد عبد الناصر، واوت للمقاولين العرب،
لسه الاوت هيتلعب وتعلى الكره وتسقط على حدود 18 النادي الاهلي. ترجع تاني على طول الاستلامه هشام ينقل لادم يوسف حلوه بش رجله خارجي احلى لعمر معوض سابق يشيل على طول ديفنس المقاولين من محمد هاني. ابراهيم عادل يرد هشام مصطفى يا ولد احلى معوض هات وخد مع هشام مصطفى. لو اشتغل هشام الاهلي بيتحرك وبيمشي كويس. هشام عنده حلول يرجع لعمر زكريا يا سلام على السبعه يا ابني حلوه السبعه خد امير عطيه بسرعته الراجل وعدى بيها احلى النقله. عمر معوض تاني لسه على حدود 18 المقاولين. ادم يوسف هجمه اهلاويه بالكعب الفارس فارس يقف بيها فارس لسه فارس يطول واحده لحسام عادل اللي طالع بره ال 18 ناحيه اليمين من طوح بيهرب من الرقابه وينجح انه يجيب ضربه ركنيه هي الرابعه لنادي الاهلي المره دي من ناحيه اليمين في نص ملعب المقاولين. حلوه الهجمه اتنقلت الكره من الشمال لليمين احلى في انطلاقه اهلاويه نجح ان الاهلي يجيب منها ضربه ركنيه. لقاء صعب مش سهل يعني ما فيش سهوله ان الاهلي هينزل يخلص. لا المقاولين فرقه تقيله عندها عناصر كويسه عندها جهاز فني كويس قادر ان هي بتقفل وبتروح كويس قدام النادي الاهلي. تلعب بره ملعبها برضو ادي الركنيه وادي الدربكه ولكن ضربه حره لصالح محمد هاني مع احمد عابدين جوه 18 المقاولين العرب. لسه الكرة اتلعبت على طول في نص ملعب المقاولين. محسن احمد محسن يسلم مقطوعة للنادي الاهلي توصل ادم سمير باس مش مظبوط منسي قبل حسام عادل يضغط حسام. قلت لحضراتكم حسام عادل محطة كويسة فرود عنده جرأة وكويس وبيروح ولكن حتى الان طبعا ديفنس المقاولين قادر ان هو يحد من تحركاته او يطلعه بره 18 عشان ما يخلوش في مواجهة مروان عبد العال حارس مرمى المقاولين العرب. كرة اوت ولا فاول هنشوف القرار. لا هي بالفعل اوت لصالح المقاولين العرب هيلعبها محسن مع احمد محسن طويل على الخط تعدي عبد المقصود يقطع النادي الاهلي تروح لحسام عادل بصدره لادم سمير سمير ماشي سمير حدود 18 مقاولين من ناحيه اليمين عدى سمير والعرضيه ولكن تسقط خطر يا راجل يا راجل وجه راحت الكره بشكل غريب ده هشام مصطفى فرصه مش محتاجه استعجال وجه وقف الكره واركن كانت عايز احمد رؤوف دي كان يخلص. فين بقى الكرات دي احمد رؤوف مدرب عام فريق 16 كان بيخلص الكرات الساقطه دي تفرق. فرود عنده سنس على الجون دي بفلوس ممكن فرصه واحده في ماتش تخلص. لسه ضربه المرمى تتلعب للمقاولين مروان يغمز لمنسي منسي على الارض لمحمد هاني نص ساعه حتى الان حبايب تعادل بدون اهداف في لقاء الصداره لقاء القمه للمجموعه. عمر معوض عمر حلوه يا ابن ابراهيم عادل ايه هيعمل ايه لسه دربكه ولكن تروح سهله في ايد مروان. عمر معوض هذا الشبل بقى من ذكاء الاسد زي ما بنقول عمر سيد معوض. سيد معوض كان طرف شمال من علامات الحته دي في الكره المصريه سواء مع الاهلي سواء مع الاسماعيلي سواء مع كل الفرق اللي لعب بيها او مع منتخبنا. احمد عابدين تروح للكره ويعلي يرد بنص الملعب ترجع من وليد يسري ابراهيم عادل ديفندر كويس زي ما بنقول على خط الظهر ديفندر الاهلي كويس الفيرود كويس لعيبه المقاولين عندها امير عطيه لعيب كويس جدا برده عبد المقصود كويس اللي رايح له الكره ده اللي يقطع من قدامه على طول يوسف اسلام في اكتر من لعيب وخط ظهر المقاولين برضو بشكل كويس بصراحه لازم نقول اللي لينا واللي علينا دي عمر معوض. عمر معوض يا راجل ده انت صبرت وسندت ووقفت وهي ولكن فين الاستعجال. لا يا سلام تعلق مع روان عبد العال وتبقى الركنيه الخامسه لصالح النادي الاهلي. فرصه او فرصتين للنادي الاهلي ورا بعض كانت يفرقوا كتير قبل نهايه الشوط لكن لسه طالما بدأت تروح وتوصل طالما بدأت تستغل مساحات طالما الأطراف بتشتغل كويس هنشوف كابتن سامر بيقدر يستغل الطرفين كويس. ادي الركنية تتلعب على الأرض تشتيت ترجع تاني الهجمة لصالح فارس فارس والنادي الأهلي يسند هشام مصطفى هشام لسه يرجع تاني يوسف اسلام هات وخد يلا هشام يا راجل وبعدين وادي معوض عرضيه خطر الجون فاضي الاول لسه بقول الفرص ومين اللي جابها ما خيبش ظني حسام عادل
رايح فرحان حسام على مدربه حسام عادل الاول للنادي الاهلي في الدقيقه 32. حسام عادل ينجح في التقدم للنادي الاهلي. لسه بقول طالما بدات رحت بواحده والتانيه يبقى خلاص متقرب. حسام عادل شوفوا بقى هنا سنس الهداف استلم بالراحه الراجل اللي حطها بشماله، لكن هي خدمه الجون فاضي ورايحه. الدقيقه 32 تتغير الشكل يتغير المضمون، الاهلي بيتقدم بعمل الارض والجمهور بقى، مش نقول الحضور، الحضور من اعضاء النادي واولياء الامور بقى اللي بيجوا يتابعوا لعيبتهم او اولادهم. كره عاليه تروح لعمر كامل، لسه الكوره عمر جوه 18 النادي الاهلي بيقرب عليه محمد عبد الناصر عشان يمسكه، توصل الكره لعابدين، عابدين يلعبها طوليه لحسام عادل توصل لمعوض، معوض الباس تخبط في محمد وليد يسري ترجع لمعوض المقاولين مش معوض النادي الاهلي، حلوه الغمزه من يسري ترجع تاني يسري عايز يعدي بيها ابراهيم عادل ما فيهاش حاجه مقطوعه للنادي الاهلي توصل هشام مصطفى. قلت لحضراتكم لما يتحرك هشام مصطفى شكل الاهلي هيتغير، الولد اتحرك من اليمين للشمال وبدا يشتغل هنا عمر معوض مستعجل 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 والكره بره الملعب خالص، انما هشام مصطفى اشتغل فرقه الاهلي بلها الخطوره هو بلاي ميكر وهو مع يوسف اسلام تحركاتهم بتفرق. كره عاليه وطويله نص ملعب النادي الاهلي عابدين ما بيهزرش يشيل ويشتت واحده عاليه توصل هشام مصطفى على صدره هشام عايز يعدي لكن يقطع منه معوض. ماتش حلو المقاولين هيبدا يغير من الطريقه ولا هنشوف الاهلي يبدا يضغط يعزز بالتاني كله اللي دافعه. ادي الكره تروح عند احمد محسن في نص ملعب مقاولين العرب هجمه المقاولين بدايه تحضير عبد المقصود اللي شطه جديده حلوه جت في المقص من بره هجمه اهلاويه ثانيه حسام ولكن تسلل الاول على النادي الاهلي. لسه الضربه الحره غير مباشره هتلاقيها من المقاولين ميس باس او خطا في التمرير لسه نجح المقاولين يجيبها ثاني توصل الكوره يسري يوسع نفسه يسري من سماعه المقاولين وياخد ضربه حره. هنا بقى الخبرات هنا لعيبه المقاولين لسه طبعا لسه الخبرات بقى تكتسب هنا بيبدا بيبقى في توتر طبعا بيجي فيها جون بالذات الفتره اللي بعد الهدف في 5 دقايق دي بتبقى مشكله مشكله لان الفرق بيبقى عندها في فرق بتبقى عايزه تضغط وتعزز في فرق بتبقى عندها دربكه بعد بيجي فيها جون على ما تلم نفسها. احمد محسن حلو يا ابني التمرير عدى كويس سند انسي يوسف وضربه حره للمقاولين العرب. كابتن حسن محمود حكم اللقاء من منطقة القاهرة 35 سنة درجة أولى. كابتن خيرت حسام طه برضه 36 سنة درجة أولى منطقة القاهرة. وأصغر منفج بقى في طاقم التحكيم كابتن بهاء الدين هشام 27 سنة منطقة القاهرة برضه درجة أولى. لسه الضربة الحرة للمقاولين العرب. وليد يسري 35 دقيقة من عمر الشوط الأول واحد الأهلي لا يشيل المقاولين وادي من بعيد قوي تتسدد توصل خطر يا ولد يشيل مازن ترجع تاني من ديفنس النادي الأهلي توصل فين أدي مازن يقطع مكمل مكمل مازن مكمل مازن وادي الفرصة للمقاولين في أدفانتج عبد الناصر يستلم ومعاه عابدين عبد الناصر عايز يعدي لكن سلام يا عابدين قاطع ترجع تاني لسه خطر هشام مصطفى سند لزكريا أحلى الفكرة من زكريا بيشتت الهجمة بإيه باص على طول لعادل ترجع تاني هشام ابراهيم عادل لسه الكره في نص ملعب النادي الاهلي ادي محمود الخطيب باس خطر خطر عبد المقصود عبد المقصود عبد المقصود وتمر تمر تمر ياي التعديل فرصه يا الاخطر عبد المقصود لو كان عنده فرصه بتاعي كان ياخد ضربه جزاء كمل وحطها ولكن اخطر فرصه للتعديل المقاولين مع الدقيقه كام الدقيقه 36 عبد المقصود تمر جنب القايم الشمال فرصه فرصه وهنا كوره ولمسه يد لصالح المقاولين العرب المقاولين ضاغط عايز يعدي النتيجه قبل نهايه الجيم هنشوف هتروح لفين النتيجه لسه الاهلي متقدم بهدف في الدقيقه 32 لحسام عادل الفرود اللي عاجبني فرود كويس محطه كويسه بيقدر يخلص بيقدر يروح لسه الضربة الحرة لسه محمد وليد يسري هيلعب الضربة الحرة للمقاولين العرب على حدود 18 نادي اهي من ناحية اليمين اقرب من الركنية كتير ادي اهي يسري
وكابتن حسن محمود لسه ما اداش الاذن للعبه. يسري يلعبها قويه قويه، تلف وتمر وتطلع. هل يا ترى كان عايز يلعبها في الجون ولا هو بيلعبها على الايام البعيد؟ تفرق. عدت مرت ضربه مرمى، لسه الاهلي محافظ على النتيجه. المقاولين ضاغط وضيع فرصه لعبد المقصود من انفراد واضح، كانت ممكن هي التعديل. ادي عمر زكريا، عمر باس مش مظبوطه لحسام عادل. شوف حضراتكم بقى الفيرود سايد فين، بيهرب من الرقابه ازاي اهو. نمره 6 حسام عادل معوض واوت للمقاولين العرب من ناحيه الشمال في نص ملعب او من ناحيه اليمين في نص ملعب النادي الاهلي. الجبهه الشمال الهجوميه للمقاولين، استلامه كويس على صدره من عبد الناصر، محمد عبد الناصر اوت لصالح النادي الاهلي. عمر زكريا، شوف الضغط بقى المقاولين العرب، كابتن هيثم حسين مخلي لعيبته بتضغط بطول الملعب عشان ما يخليش اهلي السلم مرتاح. عمر معوض يعلي، حسام عادل ومع محمد هاني، الضغط موجود، ده اللي بقول عليه، فيرو بيستلم تحت ضغط اهو. ادي الكوره ترجع توصل لمنسي من ديفنس المقاولين العرب، يعلي واحده عاليه طويله عبد المقصود المزعج اللي بيلعب هناك، خطر عبد المقصود مع عمر كامل، وهنا كان مازن سايبها خطر. الكرات ده شيل ما استناش، لسه عمر يلعب واحدة عالية وطويلة. عمر كامل في نص ملعب مقاولين، عمر معوض ما توقعش وعدت. هنا دخل حسام عادل اهو، المحطة الأهلاوية المهمة في الشق الهجومي، تسقط الكرة ليوسف إسلام، يوسف يطلع آدم سمير، لكن أحمد محسن يقطع أوت للنادي الأهلي في نص ملعب مقاولين من ناحية اليمين. لسه كرة توصل الكره على طول عند مازن، يغمز مازن، يوسف اسلام، يوسف يسد، فارس فارس احمد عاليه ولكن تعدي ما توقعش، بس بصراحه هي صعب التوقع فيها ان معوض كان طالع وراكب الكره وعدته. عمر زكريا برضو الحاجات دي تيجي بقى مع خبرات الماتشات ومع الخبرات عموما. ادي ابراهيم عادل زنق نفسه رجع بالكره من نص ملعبه، هنا بقى اهو عمر كامل فاتح له عابدين من يمين وفاتح له مازن من الشمال، لا شالها الراجل عاليه وطويله في نص الملعب. محمد هاني يرد، يسري بعقل قوي، يسري يسند لمحمود الخطيب او للخطيب، تعلى الكوره وتروح من معوض. يا سلام يا فارس، يا سلام يا فارس يا احمد، حلو يا ابني الاستلام والتريحه اول. عمر كامل لسه الكوره 40 دقيقه، 40 دقيقة حتى الآن والتقدم أهلاوي. اللقاء يفرق، بقول لحضراتكم الأهلي 45 المقاولين 44، بس صحيح المقاولين لسه له ماتش، لعب 18 هيلعب 19، لكن النتيجة لسه برضه شوط كامل لسه بدري. لو الأهلي قدر يحافظ على النتيجة هيرفع رصيده ل 48 نقطة، يبقى فرق 4 نقط. وحتى لو المقاولين لعب اللقاء المؤجل وفاز هيبقى، أو اللقاء اللي هو لسه هيبقى إيه؟ فارق نقطة زي ما هو، تفرق. عشان كده النهارده المقاولين عينه على التعادل، اضعف الايمان يجمد الموقف كما كنت او يكسب، والاهلي عينه على الصداره كالمعتاد. ده شعار النادي الاهلي في كل رياضاته او في كل مشاركاته وكل فرقه، الاول بعد كده الثاني زي الاخير، هو ده المبدا، شعار بيتربى عليه الولاد من الصغر. وماشيه مع فرق النادي، تعلى الكره من عابدين، عبد المقصود تطلع اوت للنادي الاهلي. نص ملعب المقاولين من ناحيه اليمين، لسه الاوت، فارس يلعب لادم سمير، لعب كويس ادم سمير ده برده عامل شغل قدام فارس. بصراحه الفرقه فيها عناصر مميزه كتير سواء هنا او هنا، اكتر من عنصر مميز واضح، يعني فرقه محتاجه شويه بقى تعب، ولكن الفرق الولاد دي بقى محتاجه بقى الشغل بعد كده، ده اللي بيفرق اللعيبه بتاعتنا عن بره، الشغل البدني الفتنس والاحمال والكلام ده، اللعيبه محتاجه تبقى اجسامها اقوى من كده شويه. ادي الكوره توصل على طول تاني من مروان، مروان ينقل واحده على حدود 18 المقاولين، استلام الخطيب يستلم للمقاولين العرب، تتقطع وترجع تاني، منسي يشيل ويعلي، هجمه لصالح المقاولين العرب. عبد المقصود، عبد المقصود وفارس، عبد المقصود مشوار مشوار ينجح ان هو يجيب منها اوت. لا دي ضربه ركنيه مش اوت، شايف فيها كابتن بهاء، هي الركنيه الثالثه للمقاولين العرب ان الكره عدت. لسه ركنيه من ناحيه الشمال في نص ملعب النادي الاهلي، عبد المقصود، رفعت محمود رفعت عبد المقصود هيلعبها. لسه هو عبد المقصود، تتلعب الكوره والتشتيت موجود من فارس والحكم ممشي اللعبه، ادم سمير ترجع الكوره للخطيب، لسه المقاولين يجيبها تاني.
تسقط. محمد هاني لعبد المقصود، لعيب كويس عبد المقصود ده، عنده كوره بصراحه، بس لسه لحد دلوقتي الناحيه دي مش رابط هو مع انس يوسف، ومش رابط مع محمد وليد يسري كويس. المقاولين تاني الضغط، جابها المقاولين تاني، محمد هاني عبد المقصود يمشي الكره لمحمد عبد الناصر، هتاخد مع انس يوسف، وادي الباس تخدم وليد يسري، تخدم تخدم، وضربه حره مباشره، واحمد عابدين وانذار، بس هو الراجل عمل فاول تكتيكي كان انفراد مظبوط. ادي اول انذارات اللقاء احمد عابدين. هو ما هو الراجل اتزحلق بس رجليه كملت، بس هو لازم يعطل الهجمه عشان ده انفراد، ونجح حتى لو هياخد انذار بس يمنع الهدف. 43 دقيقة خلاص، لسه هنشوف الوقت البدل متضيع قد ايه، ده لو فيه، انا بشوف الصوت ما فيهوش، وادي كابتن حسن محمود بيأيد الانذار. لسه كابتن حسن دقيقة واحدة وقت بدل من ضايع، هي اللي يعني اللي المفروض مفيش بقى هنا بقى اللوحة بقى، انت عارفين لقاءات الناشئين، ولكن كابتن خالد حسام طه بيقول لنا دقيقة واحدة وقت بدل من ضايع، اللي احتسبها كابتن حسن محمود. احمد حسن يسري وانس يوسف، حلوة يا ابني التسديدة، واحلى من عمر كامل يا ولد يا عمر. وهنا ادم سمير وعطية، ولكن خارج الملعب، اوت لصالح النادي الاهلي. لسه داخلين على الدقيقة 45، وباقي بقى لسه هنبدأ من الوقت البدل متضايع، المقاولين لفرص. تتشال الكرة عالية وطويلة، تسقط الكرة عند يوسف اسلام، يوسف يوسف لسه، وادي الغمزة هنا، وضربة حرة على ادم سمير. الخطيب يستلم وماشي المقاول العرب، لسه معاه الكرة، يرجع بيها يحط واحدة على طول لمنسي، للخطيب تاني. لا فرقتين كويسين بصراحة، فيهم عناصر ممكن يبقوا بداية لفريق أول بصراحة، وكل مدير فني عارف يستغل العناصر. وبدأنا في أول دقيقة من الوقت البدل متضايع، خلاص 45 دقيقة بالتمام، هي الأولى في عمر الشوط الأول، والنادي الأهلي متقدم بهدف في الدقيقة 32 لحسام عادل. لسه الاوت، عمر زكريا هيلعبها، زكريا بيضيع وقت مشروع، يحط المعوض، يخطف امير عطيه، عطيه تسقط، ترجع الكره تاني المقاولين، اخر فرصه عبد الناصر لعبد المقصود، يا ولد وسع لنفسه، ولكن عابدين هايل يا ابني هايل، مساك كويس الولد ده. قلت لحضراتكم بدايه اللقاء الاثنين ماسكين بتوع الاهلي عاملين شغل كويس، وده على مدار الماتشات اللي فاتت مستواهم واضح. ادي الكره تعلى توصل تاني، ادم ادم يزقها لحسام عادل، ولكن هي ضربة حرة، لسه ما وصلناش، احنا هنبدا في الدقيقة الثانية من الوقت البدل متضايع. عالية كورة، هجمة خطر هي الأخيرة للمولين، هل يقدر يعدل ولا الأهلي يفضل محافظ على التقدم؟ أمير عطية عدى، خطر خطر خطر، ولكن تتشال خارج الملعب وأوت. وهي صفارة نهاية الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي على المولين العرب بهدف لحسام عادل في الدقيقة 32. استراحة قصيرة أعزائي متابعي ومشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولنا عودة مرة أخرى مع ابتدائي أحداث الشوط الثاني، فإلى ذلك الملتقى فانتظرونا. مرة ثانية أعزائي متابعي مستمعي قناة الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي محمد رمضان يعود إليكم قبل بداية انطلاقة أحداث الشوط الثاني من لقاء الصدارة، لقاء قمة في مجموعات الأمل وموسم أو نقدر نقول مواليد 2006. الأهلي بالشوط الأول استطاع إنه يطلع متقدم بهدف على المولين العرب أبناء عثمان ذئاب الجبل، شوط أول انتهى بهدف أهلاوي في الدقيقة 32 بأقدام حسام عادل. سمعنا واستمتعنا مع ملعب الأجبال والكابتن أسامة حسني وضيوفه الكبار كابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش عن أهم مدار من فنيات لمحات تكتيك خطط الشوط الأول من كل مدير فني هنا وهنا، سواء كان كابتن سامر عبد الرحمن للنادي الأهلي أو الكابتن مجدي مصطفى مويل العرب. لسه في انتظار الفرقتين، ولكن لسه الفرقتين كان في بس اللعيبه بتصلي صلاه العصر هنا وهنا، طاقم التحكيم كابتن حسن محمود وكابتن خالد حسام طه وكابتن بهاء الدين هشام واقفين موجودين متواجدين، يعني ما فيش التاخير، بس هنا عشان
الصاله طبعا بيتابع اللقاء عضو اللجنه الفنيه لاتحاد الكره للمنتخبات كابتن وحيد كامل من رموز الكره المصريه في زمانها الجميل، قاعد بيتابع بيشوف بعض العناصر عينه على ايه؟ الاهلي كما كنت، مفيش تغيير مفيش تعديل، كابتن سامر وكابتن احمد رؤوف كما كنت في التشكيله، عمر كامل في حراسه المرمى، احمد عبدين ومازن اتنين مساكين، عمر زكريا في اليمين، فارس احمد في الشمال، وسط الملعب ابراهيم عادل وجنبه هشام مصطفى، يوسف اسلام وادم سمير وعمر معوض هم القوى الهجوميه، ومن قدامهم راس حربه صريح حسام عادل هو صاحب الهدف في شباك المولي. اما الناحيه الثانيه كابتن مجدي مصطفى وكابتن هيثم حسين مولي العرب بديل مين كما كنت برضو حتى الان ده اللي قدامي، مفيش تعديل مفيش تغيير، نازل بتشكيله هي مروان عبد العال، احمد منسي و محمد هاني، محمد ابراهيم معوض في الشمال، احمد محسن في اليمين، وامير عطيه ومحمود الخطيب ومحمد وليد يسري ثلاثه في وسط الملعب، قدامهم محمد رفعت عبد المقصود وعبد الناصر وانس يوسف هما القوى الهجوميه للمقاولين العرب. شوط اول ابرز ما فيه الهدف، ولكن المقاولين كان ليه فرص، حاول يعدل ما استغلش، الاهلي كان ممكن يتقدم باكتر من هدف ولكن برضه ما استغلش، لسه عناصر كويسه، عناصر نقدر نقول ان كمان موجود كابتن محمد وهبه مدير الفني منتخب مصر 2006 بيتابع اللقاء، موجود كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين هنا او مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي برضه بيتابع اللقاء. لقاء مهم، دي اول مرحله بعد البراعم بعد 14 سنه، لقاء مهم جدا جدا جدا، اللعيبه هو ده الكلام، لازم اطلع بالعناصر في سنها الطبيعي، بلاش التسنين بلاش الكلام ده كله، المشكله اللي بنواجه منها في الكره المصريه في مراحلها المختلفه التسنين التسنين، الظاهره يجب ان تختفي بقى. تبديل اول للنادي الاهلي، هينزل يوسف الجندي 18، هنشوف على حساب مين اول تبديلات كابتن سامر عبد الرحمن، هنشوف يوسف مكان عمر زكريا، شكله كده عمر زكريا مش هيقدر يكمل، يبقى عمر زكريا طلع الباك رايت مش قادر يكمل، كان بيزك في الالتحام في الشوط الاول، ونازل يوسف الجندي اول تبديلات النادي الاهلي. لسه المقاولين العرب ما نزلش، لسه والمقاولين العرب لسه بيجهز ونازل، ولسه الفرقتين مستنيين بقى يشوفوا القصه ايه، ولسه هو فين المقاولين العرب، لسه في انتظار المقاولين العرب، الاهلي نزل ولسه التبديل ما تمش. يوسف الجندي قدامنا، طاقم التحكيم قدامنا، لسه في الانتظار، شوط اول في فرص في حركات في كان في شغل كان في جمل كان في كلام، خط الظهر هنا وهنا شال، الحراس برضو شالت، لازم نشيد باثنين حراس مرمى سواء للنادي الاهلي عمر كامل او مروان عبد العال، بصراحه اثنين حراس ممتازين، ماتش كان ماشي، طاقم التحكيم بهدوء مفيش اي مشاكل سواء من هنا او من هنا، قرارات سهله لان ده لقاء الصداره زي ما قلت لحضراتكم، النادي الاهلي في صداره المجموعه وفي صداره المسابقه 2006، لعب 19 مباراة فايز في 14 متعادل في 2 هزيمة 2 ليه 51 وعليه 19 ومن النقاط 45، ولكن لعب لقاء أزيد. أما المقاولين العرب لعب 18 مباراة فايز في 13 متعادل في 5 لم يهزم، ولو النتيجة استمرت كده هتبقى أول هزيمة للمقاولين، ليه 44 هدف وعليه 13 ومن النقاط 44، لكن لعب لقاء أقل من النادي الأهلي. نازل اهو، نزل فريق المقاولين لارضيه الملعب. الشوط الثاني بقى المقاولين موجود على شمال. نقدر نقول بقى هنا عندنا بقى الدرجه الثالثه او لو الناحيه الثانيه من المقصوره، يبقى المقاولين موجود على يمين الملعب، والنادي الاهلي صاحب الارض والملعب هنا بملعب الاهلي بمدينه نصر، وبنادي الاهلي بمدينه نصر هو اللي هيكون موجود على شمال الملعب. هادي راجع كابتن سعيد جابر اداري بقى المقاولين العرب. لسه
التبديل ما تمش، الفرقتين نزلوا أرضية الملعب. مروان عبد العال وادي التبديل يتم، يخرج عمر زكريا للنادي الأهلي وينزل يوسف الجندي. لسه اهو ادي الكوره، وادي ابراهيم عادل بيشاور لكابتن سامر عبد الرحمن، يا ترى الكلام بيقول ايه؟ هنشوف شوط تاني وصفاره البدايه ونظبط ساعتنا مع الكابتن حسن محمود، يا ترى الشوط التاني هيكون فيه ايه من جديد؟ هنشوف. ادي انطلاقه اهلاويه توصل الكرة من ملعب المقاولين، ترجع الكوره ابراهيم عادل، يا ولد يقطع كويس ابراهيم، ديفندر كويس الولد ده ما شاء الله، ابراهيم لكن عبد المقصود لعيب كوره يقطع وترجع تاني الكوره تروح للنادي الاهلي، هشام مصطفى اتاخر فيها يقطع منه، الخطيب ترجع تاني، عمر معوض اتاخر فيها يشيل على طول، احمد منسي ينقل الامير عطيه للخطيب، ينقل واحده لعبد الناصر، كره طوليه خطر، ادي انس يوسف فاتح لعبد المقصود، خطر الباس او التمريره مش مظبوطه من انس وتنقطع الكره وترجع، ادي معوض من غير فلسفه يشيل، محمد ابراهيم معوض يشيل قبل عمر معوض، الكرة خارج الملعب. لسه. الاوت ترجع تاني الكرة. اوت المقاولين. توصل الكرة تاني عند يوسف اسلام للنادي الاهلي، تمريرة حلوة هشام مصطفى، هشام يسند لحسام ما ربطش معاه، توصل ابراهيم عادل لكن يتدخل على طول منسي ويشيل. مازن ضرب لخمه لازم، خدها انس وانذار، هنا مازن ضرب لخمه 20، مازن لازم طبعا كده النادي الاهلي ياخد باله، انذار لمازن احمد، واحنا في الدقيقه كام؟ ده احنا لسه في الدقيقه الثانيه او الدقيقه 47، ضرب لخمه هنا لازم اخد قرار اشيل مش لسه هستنى، ضربة حرة مباشرة للمقاولين العرب. هنا لازم بقى كان مازن، بس برضو كل دي بنقول خبرات تكتسب مع الماتشات ولسه اللعيبة بتتعلم ولسه اللعيبة بتشوف. لسه الضربة الحرة. عايز تعمل ايه يا فارس؟ عايز تعمل ايه؟ وادي الضربة الحرة هي للنادي. هي المقاولين العرب على حدود 18 النادي الأهلي. أنس تامر ووليد يسري أو محمد وليد يسري وكابتن حسن محمود بيرجع الحيطة فيها عابدين ويوسف إسلام وإبراهيم عادل وحسام ومازن، خمسة حيطة، وأدي عمر كامل بيوقف الحيطة. لسه هنا تعليمات الجهاز الفني النادي الأهلي أهو، وأدي أنس يلعب تخبط توصل جوه 18 ولكن تتشال على طول لخارج الملعب ضربة مرمى، فرصة طبت لعبد الناصر من الحيطة ولكن طلعت أوت أو ضربة مرمى. بص أنا قلت إيه يا ابني؟ هنا بقى كلام كابتن سامر طبعا محرج على اللعيبة أو منبه إن هي اللعيبة ما تلعبش جوه ال 18 بالمنظر ده، المقاولين بيضغط ضغط عالي. لسه الكرة، وادي الكرة مع عمر كامل، عمر بيهدي اللعب يلعبها حلوة في اتجاه ادم سمير، حسام عادل على طول المحطة الاهلاوية الهجومية، استلام احلى من ادم، يا سلام، وراجع مع عبد المقصود، اتنين لعيب الكرة، ترجع الكرة. لسه وادي هنا عبد المقصود يشيل اوت لصالح النادي الاهلي في نص ملعب المقاولين من ناحية اليمين، ترجع الكرة حسام، خطر الكرات دي عابدين يتدخل، يا سلام يا ابني احمد عابدين صح عمل التغطيه شيل اوت مش مشكله، ادي هنا اتحطت لفارس، وادي الضربه الحره مظبوط، ضربه حره ليه محمود رفعت عبد المقصود. لسه التعليمات ولكن تغطيه عابدين كويسه قوي، 10 على 10 عمل تغطيه بسرعه من ورا مازن وشالها ومش مشكله، لو طلع على الاوت مفيش مشكله عادي، هو الراجل شتت ونظف، المهم ان هو يحمي ان الكره ما توصلش للمرمى. لسه الضربه الحره للمقاولين العرب، معوض هيلعبها،
ولا ده احمد محسن؟ ده محسن اللي جاي يلعبها. نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال، محسن على القايم تعلى والبوكس. يا ولد يا كامل، يا ولد يا عمر يا كامل. ادي الكره دخل على بعض لعبة المقاولين، محمد وليد يسري يلعب لمحسن، ابراهيم عادل. حلوه يا ابني حلوه، على طول لحسام عادل، وحسام عادل، حسام عادل، وضربه حره مظبوط، فاول تكتيكي من احمد منسي. لسه بقى خبرات ان انا اقع، وان انا الكره زي كده البس اللعيب فاول ازاي، وان انا اعدي بالكره ازاي. لسه كورة، ودي فارس بيفتح ليوسف اسلام من على الخط، ولسه كورة. ادي هو لسه اللعبة، يوسف اسلام على التنفيذ. خمس دقايق او 50 دقيقة من عمر المباراة، واحد الاهلي لا شيء المقاولين. ادي كورة على القايم القريب، سهلة تروح في ايد مروان عبد العال، سهلة، محدش قطع عليها من يوسف اسلام. كابتن حسن بيحتسب او بيحسب للمقاولين العرب، ضربة حرة لصالح مروان عبد العال. امشي يا احمد، امشي يا احمد، امشي يا احمد. ادي هنا منسي بيستلم، منسي مستني، مساك كويس ديفنس بصراحه هنا وهنا. ادي عابدين يشيل عابدين كويس، التوقع، وادي ضربه حره لصالح مازن احمد. يا ترى هل ترى بقى كابتن وحيد كامل بيتابع المباراه عينه على مين؟ اكيد اللجنه الفنيه بتشوف، بتقيم اداء، في اختيارات موجوده، ده كل ده بيفرق طبعا، بيبقى فيه فكر. لسه الكرة عالية تتشال على طول، عبد المقصود، يوسف اسلام، عبد المقصود تاني مصر، ترجع الكرة ابراهيم عادل، محمد هاني اللي لابس واقي الفيس، او زي ما نقول بقى الفيس بروتكشن، او حماية حامي الوجه يعني، عشان اكيد في حاجة في مناخير الولد. لعبها، ترجع الكرة من الجندي، اوه باص قصير، ترجع الكرة، خطر المقاولين، عبد الناصر، عبد الناصر طول فيها، طول فيها عبد الناصر، لكن خدمت، خدها انس يوسف المقاولين العرب. ترجع تاني كرة الخطيب لامير عطيه، امير عطيه عايز يجرب حظه، تنقطع، يجيبها وليد يسري، ابراهيم عادل، وليد عادل سند، حسام عادل، لو زق الفارس ما زقش، زق الادم سمير، حلوه بس هي من الاول لادم على الطرف، عمر معوض ما فيها، ماشيه الكوره، عمر معوض مرة واثنين، خدها عمر معوض، عرضية حلوة حلوة من متابع هشام مصطفى، يشيل واحدة عالية وطويلة هشام، ترجع كرة تاني عبد الناصر، استلامة، ادي كرة تروح لأدم سمير. الأجهزة هنا، الأجهزة هنا وهنا، الأجهزة هنا وهنا، خلاص تحس ان الأجهزة هتنزل تلعب. سامح حسين طبعا كان من نجوم المقاولين العرب في زمنه الجميل، وادي العرضيه تتشال، تسقط، التسديده فين؟ هي بتتشال مره واحده، هي واحده تتشال على طول على صدر يوسف الجندي، تطول ولكن تروح لهشام مصطفى، لعيب كوره لما بيتحرك الاهلي بيتحرك. ادي هشام، 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 هشام دخل ال 18 من ناحيه الشمال ويلعب، والعرضيه وهي الركنيه الاولى للنادي الاهلي. في الشوط الثاني لسه ضربه ركنيه الاهلاويه من ناحيه الشمال في نص ملعب المقاولين العرب، تتلعب من معوض، والبوكس موجود من مروان، وجون، جون، جون، مين؟ ابراهيم عادل ولا مين؟ هو ابراهيم عادل، ابراهيم عادل الثاني المقاولين العرب. هنا مروان طلع بالبوكس ولكن ما ادهاش القوه المطلوبه تسقط تخدم ابراهيم عادل عشان يبقى الهدف الثاني مع الدقيقه 9 ونقدر نقول الدقيقه 54 من عمر المباراه، الهدف الثاني للنادي الاهلي. ابراهيم عادل يعلي النتيجه ويعزز بالهدف الثاني. الكره البوكس من مروان كان محتاج قوه اكتر، حارس مرمى المقاولين، لكن سقطت لابراهيم عادل اللي حطها، والمرمى جت فين سموين يشتت حطها. لقاء صدارة المجموعة يفرق كتير لسه، هل يا ترى بقى كابتن هيثم حسين وجهازه هيعملوا ايه؟ هل هنشوف تبديلات؟ هل الدنيا هتروح لفين؟ هنشوف. منسي يبدأ للمقاولين على الأرض، وليد يسري
يسلم محمد هاني، ضغط من هشام مصطفى. قلت لحضراتكم لما هشام مصطفى بيتحرك شكل الاهلي بيتغير كتير، رقم 10 اللي هو الولد هشام في الاهلي. ادي امير عطيه، انطلاقه سريع 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 سريع، عرضيه حلوه، اوعى التشتيت هنا من مازن احمد، ولكن تبقى ضربه ركنيه للمقاولين العرب، هي الاولى في الشوط الثاني والرابعه في المباراه لصالح المقاولين العرب. من ناحيه اليمين في نص ملعب النادي الاهلي لعبها عطيه، امير عطيه لسه امير على الايمن قريب، وادي الدربكه تاني وايه وتتشال، وهي ركنيه تانيه من نفس المكان للمقاولين العرب. لسه الكوره هيلعبها عطيه تاني جوه 18 النادي الاهلي، ركنيه ثالثه من يوسف الجندي من نفس المكان. سبع ركنيات للمقاولين العرب، منها ثلاثة بس في اللعبة دي أو في أقل من دقيقة. عطية يلعب على الأيمن القريب، إبراهيم عادل يشيل، توصل لعمر معوض، لو عكس الملعب، لو عكس الملعب تفرق، اتأخر فيها معوض. يشيل واحدة عالية وطويلة، لكن رجع محمد هاني ويشتت، اوه اتخطفت، حسام عادل، حسام عادل مشوار، حسام انفراد انفراد، جون 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 من الأول قلنا عليه، حسام عادل فرويد، حسام عادل، حسام عادل الثالث للنادي الأهلي في الدقيقة 56 من عمر المباراة. يا نهار أبيض، الأخطاء بتولد أهداف، الاخطاء بتولد اهداف، وهي بالفعل حسام عادل من الشوط الاول قلت لحضراتكم البيبان فرود، فرود كويس قادر ان هو يحط نفسه في حته كويسه، قدر ان هو يضغط من خطا دفاع المقاولين العرب، خدها وراح من نص الملعب انفراد لا يسال عنه تماما تماما مروان عبد العال. ثلاثه الاهلي، الموضوع اتصعب، الدنيا كده اتصعبت اكتر واكتر. ثلاثه الاهلي، لا شيء المقاولين، لكن الكوره فيها كل حاجه. ادي الكره الطوليه، عبد المقصود، عبد المقصود، واه عمر كامل، وايه ضربه حره ما فيهاش كلام، ضربه حره ليه عمر كامل. هينزل الجهاز الطبي، لسه اهو لسه اهو. هنا بقى التعليمات من الاجهزه الفنيه، وهنا لحظه علاج عمر كامل. الاجهزه الفني المقاولين العرب طبعا روح طيبه جدا جدا، مدير فني بيقول لا خلاص نكمل للاخر، صح هي دي الروح، الكوره فيها كل حاجه، كل حاجه وارده. الكوره الكوره يعني بقول لحضراتكم فيها كل حاجه. الناحيه الثانيه برده في تبديل هينزل للنادي الاهلي، هنشوف بقى مين اللي نازل، ده رقم 11 ليه النادي الاهلي. لسه التعليمات، عمار وليد هو اللي هينزل للنادي الاهلي، هنشوف التبديل اهو هيكون مكان مين، هنشوف فكر كابتن سامر ايه. عمار وليد لسه على الخط، وادي قام عمر كامل وخرج الجهاز الطبي ليه النادي الاهلي، هيستوني في اللعب. النتيجة ورقة وقلم اتصعبت خلاص، الموضوع كده في مشكلة، ليه النتيجة بقت تلاتة كتير، واحد غير اتنين غير تلاتة، ولكن الكرة فيها كل حاجة واردة، محدش يعرف. لسه اللقاء، احنا بنقرب على الدقيقة 60 او بنقرب على ربع ساعة من الشوط الثاني، لسه نص ساعة، لكن المعطيات بتقول صعبة. لسه الكرة توصل تاني عند ادم سمير، ادم يستلم، ادم وتتخطف منه، عبد المقصود ترجع، محمد وليد 10 يفتح اللعب هناك حلوه للمقاولين، لكن تنقطع يوسف الجندي، يوسف ماشي، يوسف يوسف نص ملعب المقاولين، هجمه النادي الاهلي، يوسف يوسف لسه على الارض، يوسف اسلام يسلم ابراهيم عادل، عدى كويس صاحب الهدف الثاني، ابراهيم ابراهيم ماشي، ابراهيم توصل ليه، ادم ادم يا ولد يا ادم يا ولد تتلعب، وادي التشتيت موجود من ديفنس المقاولين لخارج الملعب، اوت لصالح النادي الاهلي، والمباراه ركنيه من ناحيه اليمين.
عمار وليد. عمار وليد مكان مين يا ترى؟ مكان هشام مصطفى. يبقى كده تبديلين للنادي الاهلي، طلع عمر زكريا وهشام مصطفى مع بداية الشوط، ونزل الجندي او يوسف الجندي، ودلوقتي نازل عمار وليد مكان هشام مصطفى. تبديلات كابتن سامر بقى بيجرب لعيبته. ربع ساعة بنوصل لها او الدقيقة 60 من عمر المباراة، ساعة بالتمام. النتيجة اتعدلت مرة واثنين وثلاثة لصالح الامبراطور الاحمر النادي الاهلي. لسه كورة اتلعب الاول، توصل لي فارس احمد، فارس والعرضية جوه 18 مقاولين العربي، يشيل امير عطية على طول عند عبدين، عبدين يعليها تاني ويردها. احمد عبدين جوه 18 المقاولين، ما تلاقيش غير مروان كان يضرب لخمة هو ومعوض مع بعض. ادي الكورة. لسه كورة ضربة حرة للمقاولين، توصل الكورة عالية وطويلة، ده تتلاقيها في نص ملعب النادي الأهلي، ترجع لسه الكورة رايحة جاية. الأهلي طبعا أعصابه أهدى، الأهلي متقدم بالنتيجة. أدي لسه على الأرض أدم سمير، ينزل لعبدين يطول حسام عادل. فرود مش من السهل إنك تلاقي فرود محطة وعنده قدرات الراجل إن هو يروح زي حسام عادل ده. شغل طبعا الولاد دي لسه محتاجه بقى تجهيز، شغل بدني بالذات مع المنتخبات مع الانديه محتاجه، لسه بنشوف في خطط كتيره جدا وبرامج. اللي يفرق معانا زي ما شفنا في كاس الامم الافريقيه الاخيره الاجسام، القوه البدنيه بقت هي برضو من عناصر مهمه في الكوره. ترجع كوره عند مازن احمد ديفندر النادي الاهلي او مساك، تعلى كوره يرد محسن فارس. يا ولد يا فارس اطعب باص عمار وليد، عمار استلامه من عمار، لسه بيشوف هيلعب لمين عمار. لسه كورة هنا بقى ضربة حرة ضربة حرة لصالح فارس. لسه كورة اتلعبت للنادي الاهلي. ادم سمير، ادم ينزل بيها لعبدين، عبدين بعقل يرجع لمازن، احمد عبدين بيهدي اللعب بيهدي الملعب مظبوط، وادي مازن ينجح انه يجيب اوت. فارس احمد يلعب الكوره على طول تروح لادم سمير، ادم يستلم، ادم لسه الكوره عرضيه تاني هجمه اهلاويه تسقط، ولكن محمد وليد يسري، يسري ينقل لمين هناك عند عطيه، امير عطيه عايز يعدي، لسه عطيه ماشي بالكوره ومع يوسف الجندي، يسد لوليد يسري، زق وليد وراح بيها ومعدي من ناحيه اليمين، زق واحده ثانيه اطول توصل لمحمود الخطيب، الخطيب الخطيب ماشي للمقاولين، توصل عبد الناصر، عبد الناصر عبد الناصر، لسه لعيبه المقاولين عايزه تعدي في المساحات، وادي انطلاقه وليد يسري قرب من الركنيه يلف ويرجع تاني يحط واحده لمعوض جوه 18 النادي الاهلي، خطر وادي مازن، ده فارس هو اللي شايل عبد المقصود، لعيب كوره عبد المقصود ده من المقاولين العرب مزعج. وهنا انس يوسف لخارج الملعب تطلع وتبقى ضربه مرمى لصالح النادي الاهلي. عمر كامل هيلعب ضربه المرمى طويله في نص ملعب المقاولين، معوض يشيل ترد تاني وترجع واحدة عند أنس يوسف تطول منه ياخدها يوسف إسلام، حلوة يا ابني، زق واحدة لفارس، فارس يطول يشيل لكن هنا تطول من أحمد محسن وعمار ما يوقفش عمار، يحط محسن جسمه يعليها تاني منسي في وسط الملعب، لسه الكرات رايحة جاية على طول. محمد هاني استلم، هاني استلم وطول واحدة عند عبد المقصود ومازن، عبد المقصود ومازن، وعمازن يخش ويشيل لخارج الملعب اوت لصالح المقاولين العرب. جاي يلعبها هنا اهو محسن، لسه محسن على التنفيذ، احمد محسن يلعب وانس يوسف يلعب راسيه تطلع لخارج الملعب اوت
للمقاولين، اتلعب اتلعب، رفعت عبد المقصود عايز يعدي ولكن تطلع منه او تصالح النادي الاهلي. في نص ملعب النادي الاهلي من ناحيه الشمال فارس يلعب ليوسف اسلام، توصل لفارس، حلوه يا ابني حلوه، التغطيه احلى من محمد هاني. عمار 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 لسه ماشي بعرض الملعب، ترجع تاني هات وخد مع ابراهيم عادل، لسه عمار عمار وليد على الارض. ادم سمير، ادم ادم يحط واحده عند ابراهيم عادل، لكن عبد المقصود يلحق عبد المقصود، ما طلعتش ولا طلعت؟ لا طلعت، ضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. الشوط الثاني الاداء اتغير، شكل اللقاء اتغير تماما، الاهلي فرض السيطره بهدفين تانيين، خلاص همد اللقاء بلغه الكوره، الدنيا اتصعبت اكتر. المقاولين دلوقتي بدل ما كان بيحاول يعدل بهدف وبعد كده جه التاني التالت صعبه، ولكن لسه تلت ساعه يعني وصلنا ل 65 دقيقه، لسه 25 دقيقه، كل شيء متوقع. لسه كوره تاني، هجمه للنادي الاهلي تطول ما تلاقيش حد تماما غير معوض اللي سيبها لخارج الملعب، ضربه مرمى لصالح المقاولين العرب، ومروان عبد العالي يلعبها، توصل الكوره طوليه ولكن ضربه حره لصالح المقاولين. كره عاليه وطويله توصل عند عبد الناصر، ترجع لسه باص مش مظبوط، عمر معوض ياخدها للنادي الاهلي، ابراهيم عادل، ولكن في لاعب وقع من المقاولين، ده عبد الناصر، محمد عبد الناصر في اللعبه اللي فاتت، هينزلوا الجهاز الطبي ولا مين اللي وقع؟ هو تقريبا محمد عبد الناصر. لسه هو قايم. هو قايم الحمد لله، عبد الناصر سليمه. الكرة مع النادي الاهلي، ادم سمير تطول من ادم سمير والتاكلينج موجود او الفرماله تروح تاني النادي الاهلي، ابراهيم عادل، عدى ابراهيم عادل على حدود 18 مهم من ناحيه الشمال، عايز يسدد يجرب حظه، طمع الراجل جايب جون، قال لما اجيب اجرب في التاني، ولكن تقلع تطول ضربه مرمى، ضربه مرمى ادي اهو الكره الثانيه، لسه هنا اهو الكور، وادي الكره العاليه وطويله توصل على طول، ترجع تاني من النادي الاهلي لتفنس المقاولين، يشيل هاني، ترجع تاني يوسف اسلام براسيه، ادم سمير، ادم عبد المقصود، يا ولد يا ولد يا ولد، كوبري ايه حلو، عداء ادم سمير كويس من عبد مقصود، ترجع تاني لسه ادم سمير، لا مش كل مره بقى، عبد الناصر قال له مش هتمشي كده كتير، تنقطع وترجع تاني، فارس وهاند بول على فارس، ادي الباس يا ولد يا مازن يقطع، ترجع تاني على طول عبد الناصر، عبد المقصود حطها حلوه، وعابدين احلى التدخل ويشيل، توصل الكره وتعلى، لسه هجمه المقاولين، امير عطيه يسند امير عطيه، ولكن يوسف الجندي يشيل لخارج الملعب اوت لصالح المقاولين العرب على حدود 18 النادي الاهلي من ناحيه اليمين. لقاء بست نقط اكيد، ولقاء بالصداره يبعد الاهلي، هيبقى كده الاهلي 20 لقاء والمقاولين 19، هيبقى الفرق 4 نقط، يعني دلوقتي الفرق نقطه، المكسب ب 4 بونت، يعني كده يحافظ الاهلي على الفرق، حتى المقاولين لو لعب اللقاء اللي فارق معاه هيبقى المقاولين لو فاز فيه هيبقى برضه لسه في فرق نقطه. يا ولد يا عبد المقصود، يا ولد يا عبد المقصود، يا ولد يا عبد المقصود، حلو يا ابني الاوفر 10 على 10، ولكن امير عطيه زي ما الجهاز بيقول له يا بلحه ما استغلش العرضيه الراسيه وطلع بيها لخارج الملعب ضربه مرمى، لكن لعيب كويس قوي رقم 23 ده بصراحه، زي الملعب كده فيه بعض العناصر، 21 من المقاولين و23 ده وجهه نظر انا. النادي الاهلي برضه حسام عادل لعيب ظاهر جدا، وابراهيم عادل في الديفنس، عابدين ومازن قادمين بشكل كويس، وعمر كامل الجون، في عناصر كده كل الفرقه نجوم صحيح، بس هي عناصر بتبقى واضحه باينه، تقدر النهارده لما تروح منتخبات تكتسب خبرات اكتر تفيد فرقها لما ترجع، ونشوف يا ترى الاولاد دي بتحترف، نتمنى. ادي عبد المقصود ينقل وليد يسري،
برضو من اللعيبه كويسه في فرقه المقاولين. عبد المقصود تسديده تخبط 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 تخبط، امير عطيه بتعمل ايه؟ يلعب العرضيه لعبد الناصر، لعبد الناصر جون. ايه ده؟ جون، جون المقاولين وهدف المقاولين. لسه بقول فرقه فيها عناصر كويسه، بس هدف ده على طول من محمد عبد الناصر، يعني قرب الموضوع شويه للمقاولين العرب. في الدقيقه 25 هدف، او الدقيقه 70 من عمر اللقاء هدف اول المقاولين العرب 3-1. لسه تلت ساعه، لا ده احنا وصلنا للدقيقه 70، اه تلت ساعه مظبوط. هل يا ترى الموضوع هيقرب؟ انا اقول ان الاهداف كل ما تزيد واللقاء يحلو اكتر، بالتالي كابتن وحيد كامل بيتابع الفرقه دي، يشوف العناصر الاكتر كلجنه فنيه لاتحاد الكوره، يبان يشوف بقى اللعيبه دي تحت ضغط النتيجه بعدت قربت كل واحد الثبات. عمار وليد البديل تطول منه وتطلع، اوت للمقاولين العرب. اللقاء هيحلو، اللقاء هيحلو هيحلو. حد يقول لي حلو ازاي محمد رمضان ده باقي خلاص يعني تلت ساعه؟ لا لسه فيها التلت ساعه دي، فيها كلام. المقاولين مش مستسلم وراح وقرب اهو النتيجه بهدف، لسه هدفين ولكن لسه كل شيء وارد في الكوره. ده اللي قلناه بعد الهدف الثالث، الموضوع صعب ولكن كل شيء وارد في الكوره. فارس ينجح انه يجيب فاول بمعلمه كده، فارس حط جسمه وقطع قبل عبد المقصود وينجح ان هو يلبس عبد المقصود فاول. ضربة حرة أهلاوية بنص ملعب مقاولين. لسه هو كابتن حسن محمود بيرجع المسافة. أنس بيرجعوا الحيطة. يوسف إسلام وإبراهيم عادل على التنفيذ، سابها يوسف، هيشيلها يوسف. مروان بس مروان يعلقها جوه 18. مقاولين العرب وعابدين هنا اطول منه الكره وتعدي تطلع ضربه مرمى مقاولين العرب. بيستغله كابتن سامر عبد الرحمن الاطوال، يعني بيطلع في الكرات دي عابدين بيطلع وبيطلع بيبقى زايد معاه حسام عادل ومعوض اكتر من لعيب في الكرات دي. يقطع ديفنس المقاولين، واحده كانت رايحه من العمق قراها كويس وليد يسري، الولد ده كويس فنتاته كويسه، رقم 10 بتاع المقاولين. عبد المقصود، عبد المقصود ده لعيب كوره، يعني الفرقه دي اعتقد ان النهارده لو كابتن محمد وهبه مدير الفني لمنتخب مصر بيتابع اللقاء، طبعا لقاء صداره المجموعه، كابتن وحيد بخبراته الكبيره برضه في اللجنه الفنيه للمنتخبات هيبقى ليهم اكتر من اسم ممكن يروح. ادي الكره الطوليه، انس يوسف، الفكره كويسه من محسن بس حط الصعب اقرب لعمر كامل. لسه اهو عمر كامل، عمر عالية وطويلة، هاني يرد ويعليها، حسام عادل، وادي احمد محسن قبل عمار وليد، حسام محسن يسند ويشيل على طول منسي. فارس، يا سلام يا فارس، حلو يا ابني، اليوسف اسلام احلى، في ثقة في النقلة توصل لحسام عادل، حسام احلى الفارس تتشال على طول يا فارس، ولكن هنا ما ادالوش فرصة، ما ادالوش فرصة منسي ويشيل لخارج الملعب، اوت لصالح النادي الاهلي. لقاء سخن بعد هدف المقاولين، نتيجة 3-1 صحيح بس في حماس في اللقاء، ولسه اوت للنادي الاهلي. قرب الراية ركنية تتلعب لعمار وليد، عمار عبد المقصود يشيل، ترجع تاني توصل عبد الناصر صاحب الهدف للمقاولين العرب، ضربة حرة. منسي هيلعب الضربة الحرة للمقاولين العرب. لسه اهو ادي منسي يشيل ويعلي، واحدة طويلة عابدين، برج دفاع النادي الاهلي يشيل، ترجع تاني نص ملعب المقاولين العرب. على طول تاني على الارض، هات وخد، معوض، استلامة عبد الناصر على صدره، ضربة حرة ما فيهاش كلام، اوبستراكشن واضح، مش محتاجة انت تبص للحكم، هي ضربة حرة غير مباشرة واضحة. لسه الضربة الحرة من نص ملعب النادي الاهلي من ناحية اليمين. على الأرض عبد الناصر يستلم من محمد وليد يسري، طول له ولكن هنا إبراهيم عادل، يا ولد يا إبراهيم ما بيهزرش. يعني لعيب وسط ملعب مدافع مشروع، لعيب كويس قوي 17 ده. إبراهيم عادل لاعب النادي الاهلي، عبد الناصر استلامة، عبد الناصر يسند، واحدة
لامير عطيه عايز يعدي بيها، عمر معوض تتاخد منه من عطيه تاني، وضربه حره ما فيهاش كلام، ضربه حره مباشره واضحه بصراحه على حدود 18 النادي الاهلي من ناحيه اليمين، خطر. امير عطيه ده لعيب مزعج، لا مين عرب رقم 7 زي ما الجهاز بينادي عليه بيقول له يا بلح، اسم الشهره بتاعه. نص ساعة 75 دقيقة من عمر المباراة، 3 الأهلي 1 المقاولين في لقاء صدارة المجموعة مواليد 2006. فارق نقطة بين الأهلي والمقاولين 45-44 قبل المباراة. حتى الآن لو قلنا بقى هنحط النتيجة على البورد هيبقى 3 الأهلي 1، يبقى كده 3 نقط زيادة، يبقى الأهلي 48 والمقاولين لسه بيحاول يقرب، والمقاولين هيفضل في نفس رصيده 44. ضربة حرة كابتن حسن محمود حكم اللقاء بيرجع الحيطة. تعليمات الأجهزة هنا وهنا، وادي المقاولين وليد يسري يلعبها على الأيام البعيدة وتعدي وتمر الخارج الملعب على طول، تبقى إيه ضربة مرمى لصالح النادي الأهلي. فرص خطر المقاولين العرب، طلع من أعلى نقطة محمود الخطيب يعني، بس محمود الخطيب المقاولين ده لسه صغير، قلنا في الشوط الاول ونعيد ونكرر كل ما تجيله الكوره، محمود الخطيب او بيبو الكره المصريه يعني اسطوره من الاساطير، نتمنى يا ابني نشوف الاسم، هل يا ترى كل من اسمه محمود الخطيب هيبقى ليه علامه في الكره المصريه؟ نشوف. ادي الكوره توصل مقطوعه، انس تعلى الكوره وتروح عند عبد المقصود، عبد المقصود ما توصلوش، فارس يقطع، ادم سمير عائل، ادم سمير يا ابني فارس، احلى النقله، حسام عادل يا سلام بيوسع نفسه حلو، لكن محسن قاريها والمره دي لف هو وخدها، طول يوسف اسلام ما يلحقش، انس يوسف، عبد الناصر، عبد الناصر خطر، عبد الناصر وعبدين، عبد الناصر حلوه الفكره، بس هو لو طلع اللي بره كانت تبقى قصه مختلفه، الحدوده كان شكلها هيتغير لو حطها هناك عند امير عطيه. فرقتين حلوين فيهم عناصر لازم نقول، فرقه كويسه، حسام عادل الاستلام يفرق، اه طولت طولت منه يا ولد عايز يروح تاني، لكن احمد محسن 10 على 10 يقطع بصراحه من مواليد العرب، ماشي محسن، محسن يطول، فارس يجيبها، ادم سمير ياخدها، عبد المقصود رفعت، عبد المقصود ماشي مع عبد المقصود وياخد ضربه حره في نص ملعب النادي الاهلي. لسه كوره وليد يسري، وليد انذار بلا داعي، انذار بلا داعي لعمار حمدي بصراحه، انذار بلا داعي. عمار وليد، عمار حمدي ده فوق ربنا يشفيه مع الدرجه الاولى. عمار وليد انذار مع الدقيقه 31. كره ترجع تاني من مكانها من جوه دايره السنتر، يلعبها منسي، احمد منسي طويله تتشال الكوره او المقاولين العرب، عطيه يلعب على طول لمعوض، بيبو المقاولين او محمود الخطيب، تتشال الكره على طول من مازن يعلي، واحده بنص ملعب مقاولين العرب، توصل عند معوض، معوض وعمار وليد، معوض عايز ياخد اوت ما طلعتش الكره، لسه الكره الضغط موجود ومعوض محافظ على الكره، ينزل بيها على طول عند محمد هاني، هاني هاني المنسي، يشيل منسي ويعلي على طول، انس يوسف تتلعب الكرة وترد من ديفنس النادي الأهلي، ترجع معوض تاني بنص ملعب المقاولين، الخطيب تنقطع الكرة وتروح، واحدة على طول عند محمد هاني اللي يشيلها لخارج الملعب أوت لصالح النادي الأهلي. كل فرقة المقاولين نازلة نص ملعبها، يوسف الجندي على الأرض، تعدي الكرة وتوصل عند مروان عبد العال حارس مرمى المقاولين. كرة عالية وطويلة بنص ملعب النادي الأهلي تطلع على طول أوت لصالح المقاولين العرب، هيلعبها عطية أو يوسف، أمير محمود عطية لسه الهجمة مع المقاولين، محسن عايز يعدي من حسام عادل، يرجع تاني ضغط حسام وخدها للنادي الأهلي، مزعج جدا وأنت حضراتكم محطة الولد يا ولد، زق واحدة لأدم سمير، أدم سمير أدم عرضية ومحمد هاني يشتت، ترجع الكورة لسه الادم سمير وتطلع الكره على طول اوت لصالح النادي الاهلي. لسه الكره ماشيه الكره مع النادي الاهلي تروح عند عمر معوض. يلا يلا يلا.
اوت للنادي الاهلي من عند الرايه الركنيه هناك من ناحيه الشمال. ثلاثة الاهلي واحد المقاولين. هل يا ترى المقاولين يقرب؟ لسه نقرب على 35 دقيقة، باقي 10 دقايق يعني 80 دقيقة من عمر اللقاء. هنشوف هل يا ترى في كلام تاني؟ هنشوف. على الأرض مش مقرية ومش مظبوطة، توصل لمازن من ديفنس النادي الأهلي، يلعب لآدم، آدم في يوسف إسلام جامدة، ترجع عند أحمد عابدين، هيوسع لنفسه عابدين، وسع فعلا وعلى بعقل قوي وعلى الهادي، حط واحدة، فتح اللعب للجندي، نجح إنه يجيب أوت للنادي الأهلي. آدي الكرة استلام توصل على طول واحدة، مازن يشيل قبل عبد المقصود، خطر الكورة هنا، مروان فين؟ يطلع مروان حارس مرمى المقاولين ويمسك قبل انطلاقة عمار وليد، توصل الكورة لأحمد محسن في القلب، وليد يسري، محمد وليد يسري، باص وهنا معوض ما توقعش، تطلع الكورة أوت. لسه الكورة أهو، هنشوف تبديل ثالث أهلاوي، لكن بعد الهجمة أدي عمر معوض داخل 18 المقاولين، معوض يا سلام اوفر حلو لادم سمير، والتسديدة تخبط في تفنس المقاولين، ترجع تاني دربكة، وليد يسري يغمز لعب مقصود قصيرة، ياخدها فارس، عدى فارس، لما عداش تخبط وتقف ويرجع تاني فارس ويجيبها، وادي العرضية تخبط في عمار وليد، لسه الكرات حيرة، يوسف اسلام يا ولد، يوسف اسلام ادي اهو ادم سمير ادم، وينزل مصطفى اشرف، مصطفى اشرف مكان ادم سمير، تالت تبديلات النادي الاهلي، طالع كابتن احمد رؤوف على طول مدرب العام، وكابتن سامر عبد الرحمن الجهاز الفني النادي الاهلي بيسلموا على ادم، الكره في نص ملعب النادي الاهلي، توصل لعابدين، حلو يا ابني النقله، توصل على طول واحده عاليه لعمار وليد، استلام احلى، يقف بالكره مش مستعجل، اول لمسه لمصطفى اشرف، مصطفى يا سلام يا ابني على الاوفر، اه اللي بره، ولكن لو سابها، لو سابها كان جاي من وراه ابراهيم عادل تبقى قصه تانية، ولكن دخل فيها هنا على طول بالراسيه ما تظبطش، توصل الكوره دايما الواحد عشان بحكم بقى انه كان بيلعب مساك او في خط الظهر، لما بنلاقي مساك بيلعب كوره حلوه بتفاعل معاه بصراحه، يعني بتفرق كتير قوي كتير جدا، مساك عنده كوره يعرف يقطع الهجمه بدون انذارات بدون فاولات، بتفرق هنا في منسي، هنا في مازن وعابدين، تفرق اللعيبه دي بتفرق كتير. ادي الكره توصل مولين، هجمه ما بدايه انطلاقه، الخطيب ينقل لامير عطيه، عطيه لسه عطيه يشيل ويعلي واحده، عبد الناصر تسقط 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 تسقط، وايه وهنا في اعتراض من الجهاز الفني المقاولين، عايز ضرب الجزاء، كرة عالية وطويلة، كابتن حسن محمود ماشي اللعبة، يا سلام على صدره، لسه بقول لحضراتكم هنا وهنا محمد هاني والمنسي، قلت لحضراتكم المساكين هنا وهنا، لسه مين لاعب من النادي الاهلي واقع؟ مش باين قدامي هنا كده. مين اللي على الارض؟ لسه اهو اللاعب متوقف، في لاعب من النادي الاهلي واقع. شكله كده مازن احمد المساك اللي بيلعب جنب احمد عابدين، حسدناك ولا يا ابني؟ لسه بقى كل ده هنا تعليمات، هنا الجهاز الفني المقاولين بيدي التعليمات لفرقته.
لسه اللعب متوقف وقام مازن وطالع الجهاز الطبي للنادي الاهلي، والتعليمات هنا لفرقه المقاولين. نتيجه لسه كرة لسه اهو، ادي كابتن سامر والجهاز الفني والضربة الركنية لموي العرب. لسه كابتن حسن محمود قال ضربة ركنية ورجع قال لا هيعمل اسقاط، لان هو وقف اللعب عشان لعب النادي الاهلي كان واقع. تم الاسقاط ومنسي يعلي لعبد المقصود على صدر عبد المقصود، وهنا اتضغط عليه من فارس، خدها فارس محمد هاني بعقل قوي، يحط الوليد يسري. محمد وليد يسري يلعب على طول واحده لعطيه، امير عطيه انطلاقه من نصف ملعب النادي الاهلي من ناحيه اليمين، عطيه يرجع تاني عاليه وطويله جوه 18 النادي الاهلي. يا ولد عمر كامل يطلع على طول قبل عبد الناصر، محمد عبد الناصر عالية وطويلة يد ورجل، حسام عادل، حسام عادل ولكن ما يلحقش تروح لمروان عبد العال. 40 دقيقة من عمر الشوط الثاني، 85 دقيقة من عمر المباراة، خلاص خمس دقايق. هل المولين يقرب؟ هل الأهلي يعزز؟ هل هنستمر كده؟ هنشوف. خمس دقايق الوقت البدل متضايع، وأدي الكورة مع إبراهيم عادل في نص ملعب النادي الأهلي وتطلع منه أوت. لسه الكورة على طول توصل لمنسي نص ملعب مقاولين العرب، يرجع بيها لهاني. لسه هاني، محمد هاني يطول لأمير عطية على صدره، يستلم كويس أمير، جت في إيده هاندبول. هي هنا الحكم شاف إن دي رؤية إن الكورة ساعدته كمل بيها، هي جت في صدره وفي إيده صحيح، بس هو حسب قرار الحكم. لو الكورة إيه، هي قرارات الحكم بتعجب جهاز وما بتعجبش جهاز، هي الكرة كده حلاوتها في كده. لكن بنشوف لعيبة في الملعب، هي دي عمارها السنية الطبيعية زي ما كنت بقول لحضراتكم عن التسنين، هو ده الكلام. اجيب سن لعيب طبيعي، ما اجيبش واحد عنده مثلا 19 20 سنة ولعبه تحت 16 ليه؟ عشان اخد بطولة ولا بتاع بالسنة كده؟ يعني الكلام ده ما ينفعش ومش موجود في الدنيا اللي عندنا. هي يا ريت يا ريت يا ريت الاتحاد الجديد والرابطه تبدا بقى يبقى في تعاون ان هم يوصلوا لشكل يؤدي بقى على الظاهره دي. ادي العرضيه الاهلاويه، حسام عادل تعدي وعمر معوض واحده حلو فيرست تايم، ولكن احلى من مروان يشيل، وضربه ركنيه لصالح النادي الاهلي. عمر معوض خد واحدة فيرست تايم. لسه ضربة ركنية الأهلاوية من ناحية اليمين، وفارس يقرب، هتتلعب له ولا إيه؟ ما اتسندتش الفارس جوه ال 18، وأدي الرأسية تمر من إبراهيم عادل ولا ده حسام لخارج الملعب. أخوان عادل في الملعب، إبراهيم عادل وحسام عادل. لسه الكرة عالية وطويلة من ضربة المرمى، إبراهيم عادل يا ولد يقطع أحلى لعمر معوض على الأرض جندي. لسه الكرة ماشية تتقطع حلو من المقاولين، أمير عطية رجعها تاني للجندي. كرة مع النادي الأهلي نص ملعب المقاولين وضربة حرة. لسه هنشوف بقى كابتن حسن محمود هيدينا كام وقت بدل من ضايع. خمس دقايق، خمس دقايق وقت بدل من ضايع، واحنا واصلين للنقطه 44. لسه المقاولين والدقيقه 44 في اللقاء، باقي دقيقه على الوقت الاصلي. ضربه حره يوسف اسلام للنادي الاهلي، على تنفيذ الضربه الحره بنص ملعب من ناحيه الشمال،
يوسف يشيل محمد هاني. برافو يا ابني، على طول ترجع لفارس من بعيد. هي الفكرة حلوة التسديدة بس المسافة بعيدة. مروان يلعب واحدة ايد ورجل طويلة في نص ملعب النادي الاهلي، ما تلاقيش الا الجندي يستعجل فيها وتطلع منه اوت لصالح المقاولين. اوت يلعبها عطية في قلب الملعب، محمد وليد يسري على الارض ليه الخطيب، لسه الكرة مع المقاولين. محمد عبد الناصر اتضغط عليه مصطفى اشرف، خدها مصطفى، خدها مصطفى، مرتدة للنادي الاهلي بس ما فيش الزيادة. عمار وليد طالع بسرعته، حط العمار، لكن يا ولد احمد محسن قاطع ومغطي كويس قوي. لسه كورة وهنبدا اهو، خلاص ثواني وهنبدا في اول دقيقة من الوقت البدل متضيع. ابراهيم عادل ينقل واحدة لعمار وليد، عمار على الارض، مصطفى اشرف، يوسف اسلام للنادي الاهلي، محمد وليد يعلي. يا ولد هو عمار حلوة، هاتوا خدنا قلتين. الدقيقة كام؟ بدأنا في أول دقيقة من الوقت بدل ما تضيع. عبد المقصود، عبد المقصود، عبد المقصود بالكعب تقف تحت رجله. هي الولد لعيب كورة، عنده الفكرة حلوة بس ما تمشيش. مصطفى أشرف أحلى النقلة، استلامة حلوة من إبراهيم عادل. إبراهيم بدأنا في أول دقيقة من الوقت بدل ما تضيع. عمار وليد، عمار ينقل إبراهيم لسه ده حسام عادل مش إبراهيم، حسام يطلع عمار، عمار عايز يعدي لكن معوض واقف. ترجع تاني الكوره، هجمه اهلاويه، عمر معوض، يوسف الجندي. الفكره حلوه، الفكره حلوه بس هي عايزه قوه اكتر. مروان عبد العالي يلعب واحده عاليه وطويله ما تعديش نص الملعب، ومصطفى اشرف ياخدها للنادي الاهلي. يا سلام يا مصطفى، بعقل قوي مصطفى، يرجع بيها للجندي لمصطفى، مصطفى ينزل للسهل، احمد عابدين في وشه، عابدين بعرض الملعب لمازن. وبدأنا في الدقيقة الثانية من الوقت البدل متضايع. إبراهيم عادل يطول لعمار وليد، عمار ومحمد هاني قطع مية ونور. محمد هاني ترجع تاني الكورة، إبراهيم عادل على الأرض، أخوان عادل نقلة كده مع بعضيهم، ولكن ترجع الكورة، لسه الكورة. فارس، فارس عايز يعدي من محسن، تطلع الكورة خارج الملعب أوت لصالح المقاولين العرب. بدأنا في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل متضايع. هنبدأ أهو. لسه كورة توصل يوسف إسلام. يوسف ترجع كورة، عمار وليد جوه 18 النادي المقاولين العرب، هجمة أهلاوية. إبراهيم عادل، إبراهيم ترجع تاني، مصطفى أشرف على طول العرضية، فارس يشيل، ترجع إبراهيم عادل. مازن هينزل بيها من نص الملعب لحارس مرمى، لا حط العابدين، احمد عابدين هيشيلها عاليه، شالها فعلا عاليه عمار وليد، لكن هاني يا ولد يقطع من قلب دفاع المقاولين. الدقيقه الثالثه من الوقت البدل متضايع، اللي مدته خمس دقائق. يوسف اسلام للنادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتموت بقى اللعب او بتهدي اللعب وبتموت الكوره بقى، خلاص عارفين الوقت خلص 3-1 وباقي دقيقتين ولا حاجه فالموضوع خلص. مازن، مازن خطر قوي يا مازن الكلام ده، وعبد المقصود ضاغط، لو قطع كانت مشكله. فارس، فارس والكره لسه ما خرجتش، عمار ينقل واحده عاليه وطويله على عمر معوض، ولكن هنا رايه وصفاره، تسلل على عمر معوض. لسه الضربة الحرة غير مباشرة، وبدأنا في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل متضايع. معوض يستلم المقاولين، وليد يسري يطول لكن يشيل مازن أحلى ويقطع من قلب دفاع النادي الأهلي. ترجع الكرة تاني عند مروان عبد العال، لسه الكرة مع معوض، يعلي يرد عابدين، والتحام برأسيه، هيقوم عابدين، راجل يا ابني قوم، خلاص هو الوقت خلص مفيش داعي بقى لتضييع الوقت. عابدين قطع وخد ضربه حره، ضربه حره لسه الكوره توصل على طول، هجمة أهلاوية لكن محسن يقطع قبل عمار وليد ويجيب أوت لصالح المقاولين العرب.
الدقيقة الخامسة من الوقت البدل متضايق، خلاص هي النهاية. تتلعب الأول، توصل إبراهيم عادل، مصطفى أشرف كورته حلوة، مصطفى أشرف ده اللعيب اللي لسه نازل النادي الأهلي، معاه كورة كورته كويسة، ديفندر كويس. عبد المقصود يقطع قبل إبراهيم عادل، ولكن فيه تحت فرصة. عبد الناصر حلوة يا ابني الباص، توصل عند أمير عطية جوه 18 النادي الأهلي. أمير رجع بيها، أمير تروح الكورة لسه ماشية الهجمة للمقاولين. وليد يسري تعدي عبد الناصر ما توقعش وتمر لخارج الملعب، اوت للمقاولين العرب، اوت للنادي الاهلي. قام عبد المقصود، لسه عمار وليد سابها خمس دقايق وهنبدا في الدقيقه السادسه من الوقت البدل متضايع خلاص، ولكن هي بالفعل صفاره كابتن حسن محمود عشان ينهي اللقاء بفوز النادي الاهلي بثلاث نقاط غاليه جدا، ترفع رصيده للنقطه 48 في الصداره كما كنت، ويتبقى المقاولين عند 44 نقطه في المركز الثاني. احرز اهداف اللقاء للنادي الاهلي حسام عادل في الدقيقه 32، ابراهيم عادل في الدقيقه 54، وعيد ورجع الثاني حسام عادل وسجل هدف الثاني في الدقيقه 56، اما هدف المقاولين الوحيد احرزه محمد عبد الناصر في الدقيقه 70 من عمر اللقاء. سعدت ان اكون مع حضراتكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، تقبلوا تحيات معلقكم بنادي محمد رمضان، والى لقاءات اخرى عبر شاشه قناه الاهلي، ولكن الميكروفون سريعا الى الكابتن اسامه حسني في ملعب الاشبال وضيوف الكبار الكابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش، فالميكروفون الى الاستوديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.